بلاش الشراسه يا عنتر، بلاش العمر، مش عشان ربنا مديك الصحه تقوم تفتري على الناس يا عنتر. يلا غور. اتفضل حضرتك، انت الجرسون. انا اسف يا عنتر. اطمن يا استاذ توشكي، انا بنفسي شيكت على الجناح بتاعك. تشكر حضرتك بس بسرعه والنبي، الاحزانيه بتزعجل قوي. حاضر حاضر، من عينيا. يا حسنين يا حسنين. ايوه يا فندم. غرفة 45. حاضر يا فندم. اتفضل يا بهوان. على الله وربي ما تعرفش الليلة هنا. انت يا استاذ، انت يا استاذ. ايوه يا استاذ. فيه ما شفتش مراتي؟ لا يا فندم ما شفتش مراتك. حاجة غريبة يعني، هتكون واحد فين؟ مش ممكن يعني اللي بيحصل في الغدير ده، حاجة غريبة قوي. هتروح فين مراته يعني؟ ايه مالك في ايه؟ هلو هلو، ابا نايس تايم. ميرسي. ويلكم. كل حاجه عامله ايه؟ اطمني يا هاني، الجرسون وصل. اوكي، انا سامع صوت. هلو، ويلكم. اوه ايجيبشن. فانتاستيك. يلا بابا تعال هنا. تقدر تقول لي انت رايح فين؟ رايح اجيب طلبات الزباين. الزباين هناك هم. هم دول؟ ايوه هم دول. تعال هنا يا بني ادم، رايح فين؟ رايح اجيب طلبات الزباين. مش قلت لك الزباين هم؟ هم دول؟ ايوه هم دول. تعال هنا يا بني ادم، رايح فين؟ رايح اجيب طلبات الزباين. هم يا بني ادم، ما هم دول برضه زباين. تشربوا ايه؟ تشربوا ايه؟ انت اتجننت النهارده؟ الزباين هم 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 هم. طيب ما انا عارف ان هم. انت فاكرني غبي ولا انا عارف كل حاجه؟ مش عارف اي حاجه. ما تطولش شويه، كان عمل ايه؟ مش عارف، انا مش عارف. طب كبر يا هادي. تشربوا ايه؟ ها؟ تعالى. نعم. اسأله، في عصير ليمون ولا؟ في عصير ليمون؟ في في. اسأله، عصير ليمون فريش ولا؟ ليمون فريش؟ فريش فريش. اسأله، ساقع ولا؟ ساقع ساقع ساقع. اسأله، مضروب في الخلاط؟ مضروب في الخلاط. مضروب بالجزمة. مضروب لما تقطع نفسه ونفسه. خلاص خلاص خلاص، قول له يجيب لنا اتنين شاي. هات لنا اتنين برتقال. ليمون وبعدين شاي ودلوقتي برتقال، يبقى اتنين صحلب. ها طلبوا ايه؟ اتنين سندوتش. ماشي. ايوه هم دول. ايوه انت يا استاذ. ايوه يا فندم. مراتي لسه ما ظهرتش؟ ايوه يا فندم ما ظهرتش. حاجه غريبه يا انا، تكون قاعد فين؟ ما انا عايز المسؤول فين وفين. مش ممكن يعني اللي بيحصل ده، اللي انا دخلتنا ناس. هندور له على مراته. احنا مالنا؟ ايوه يا فندم. لو سمحت. ايوه. لما الجرسون يجيب الساندويتشات. ايوه خليه يجيبها لنا على البسين. حاضر يا فندم. يلا يا توتي. انا فاكر ان احنا طلبنا قهوه. لا لا لا، طلبنا مانجا. انا فاكره. ايه ده؟ هو مفيش حد في الاوتيل ده ولا ايه؟ تحت امر. ما شفتش جوزي؟ يا فندم قلب عليك الدنيا كلها. يوه زهقت منه بقى، زهقت، عايزه اغيره بقى. هنغيرهولك يا فندم. ايه يا روحي، انت فين؟ انا قلب عليك الاوتيل. انا هنا اهو يا حياتي، يعني هروح فين يعني؟ انت ناسي ان ده اول يوم في شهر عسل؟ شهر؟ لا ده انت داخل على طمع بقى. انا يا حبيبي موظفه في بنك الشاطئ، ويا دوب واخده لك اجازه 3 ايام بس.
يوم للخطوبه ويوم للجواز ويوم تدور لك على 2 شهود. إيه ليه؟ ليه؟ عشان الطلاق طبعا يا حبيبي. طلاق؟ طب النهارده جواز. حقك انت يا حبيبي تاخد حقك وانا كمان اخد حقي. حضرت لي الشيكه ب 100,000 جنيه. إيه طبعا يا روحي، وجاهز على بياضه يا حبيبتي. تعجبني. اطلع انت بقى يا حياتي اطلب لنا العشاء وانا جايه وراك على طول. اكيد يا روحي طبعا. عينيا. اسمع يا اسمك ايه؟ ايوه فن. لو البني ادم ده سال عليا فهمه اني خرجت. حاضر يا فندم. طب لو حد تاني يعني غير جوزك سال عليك قول له ايه يا فندم؟ لا لو حد تاني بقى غير جوزي. ايوه ابعتولي على البسين. جرايه استهان. لا يحترم نفسك مرة. هنا اوتيل محترم، اوتيل 5 نجوم. لو جوزك سال عليك اقول له انك قاعده على البسين. اه ايوه. طب ودلوقتي 50 جنيه. لو جوزي سأل علي. أيوه. برضو هتقول له اني على البسين؟ هقول له سافرت الفلبين يا هانم. تعجبني. بس يا خساره مش الستايل بتاعي خالص. وبعدين يا هانم ده انا محضر المهر 50 جنيه. وانا اجازاتي يا ابني خلصت خلاص، هجيب لك اجازات تانية منين؟ طب نودي الفلوس دي كلها فين بس يا ربي؟ وات از ذس؟ جو جو اوت جو اوت بليز. ذس از ذا 5-star هوتيل. استفرد بيك هنا. يو منين؟ وات؟ يو وير؟ يو يس 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 ام امريكان. امريكان يس. كلونتم وبلاش احنا ناكل. مستر كلينتون. ايوه مستر كلينتون. اهلا اهلا اهلا. 100 night يعني 100 مساء. ويلكم ان هنا. ويلكم وسواد ليلكم. اهلا. ايه ده انت جايب ابنك معاك؟ واتس يور ناشوناليتي؟ ناشوناليتي انا يعني اي ام ادونكي. الراجل ده باين عليه حمار في الانجليزي. انت بتقول انك دونكي؟ ايوه. ما كلنا عارفين يا اخي. فين المدير بتاعكم؟ ليه بس يا فندم في سرقه هنا في؟ لا 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 الا تقول كده. لا ده المدير محترم. هو ده you
انا فاهمك، هو الصبح بيشغل مدير وبالليل بيشغل رقاصه. رقاصه؟ ايوه فندم. ايه الدوشه دي؟ اسمع انت غير، انت تعال هنا. ايه ده؟ عندنا كلب البحر. انا مش قايل لك ممنوع دخول الحيوانات؟ طبعا يا فندم. تعال هنا. معاك سمكه؟ سمكه ليه؟ هلعبهولك، هفرغك. تعال هنا. ما شاء الله ده بيتكلم زينا. تعال اقف هنا. وكمان عربي. انا عايز اشوف المدرب بتاعك. ليه؟ اللي وصلك للحاله دي. ايه حاله ايه اللي انت فيها دي؟ ايه اللي انا فيه؟ ما شاء الله زينا زينا. انت بتضحك على ايه؟ انت مدير الاوتيل؟ ايوه انا مدير الاوتيل. الحسابات بتاعتكم فيها سرقه. سرقه؟ انا اروح اجيب الامن. امن تعالى هنا. انتر. وبعدين مش كل يوم تضرب زبون على قفاه. ايه ده؟ لما عاوزك هقول لك. انت بتكلم نفسك؟ لا اصل ما حدش يشوفه الا انا، انا جايبه من الصومال. هنا في سرقه في الفواتير. سرقه؟ ايوه انتوا كاتبين ثلاث ليالي غرفه مزدوجه لفرد واحد. فرد بالانجليزي وان سنجل. 350 جنيه. ابص انا في الفاتوره هنا قالوا كاتبين لي 700 جنيه، يعني دبل مع اني فرد واحد. مين قال انك انت فرد واحد؟ انا هو فرد واحد. انت رحله. انت جروب كامل. انت اتوبيس بركابه. يا استاذ انا فرد واحد وان سنجل. انت طور سنجل. كل زبون هنا بينام على سرير واحد، انت بتنام على اثنين، بياكل طاقة واحدة، انت بتاكل خمسة. ايوه. الاسانسير لوحته، الترابزين كسرته. حتى الاساس. ماله الاساس؟ انا ما جيتش ناحية العفش خالص. عفش؟ انا نمت على الارض. ما هي نومتك على الارض عوجة الاوتيل نفسه. ده بقى برج بيزا يا اخويا. دي وقاحة وقلة ادب، انا ما اسمحلكوش بكده ابدا. انت مش عارف انت بتكلم مين ولا ايه؟ مين يعني؟ انا اكبر نصاب. مش قلت لك يا فندم؟ انا اكبر رجل اعمال في البلد. انا في اي بي. في اي بي بأمرت. ايه في اي بي؟ لو سمحت اتصل لي بالمكتب بتاع وزير السياحه. انت تعرف حد في المكتب؟ مدير المكتب خالي. مين ده؟ الحاج عبد اللطيف. انت سيادتك تعرف الحاج عبد اللطيف؟ خالي على طول. يا اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. شوف بقى، ما اقول لك امور النصب دي مش عليا، هتدفع الفاتوره ورجلك فوق رقبتك. مانيش دافع فواتير. هاتوا بقيه الامن من بره. حاضر يا فندم. استنى عندك. إيه؟ عايز تجيب الامن الواحد في اي بي؟ ايوه في اي بي. خد لو سمحت. أيوة. اتصل لي بمكتب وزير السباحه. السياحه. شوف يا فندم، عامل كارت باسمه مكتب السياحه فعلا. كل النصابين بيعملوا كده. طب اطلب النمره والدهاني وانا هفرجك عليه. حاضر يا فندم. يلا لما يرد عليك خالي يبقى ادهولي. خالك؟ ايوه. دلوقتي تشوف هيعمل فيك ايه. ده انا ابن اخته الصغيره. الصغيره؟ ما لو كبيره كانت عملت ايه؟ انا ابن نجلاء. ماما اسمها نجلاء؟ ايوه. الله، انت تعرف ماما؟ انت اللي بتقول حضرتك. ايوه، اصل الحاج عبد اللطيف خالي ليه اختين، الصغرى 19 سنه، العظمى 45. الله، هو اخواته درجات حراره؟ لا يا اخي، اخواته في الحياه. انا هحكي لحضرتك الحكايه. اتفضل يا بني. انا يوم ما اتولدت. بطل كذب بس عشان يبقى كذب. انا لسه قلت حاجه يا استاذ. ما هو بقول لك انا يوم ما اتولدت. هو في كذب اكتر من كده؟ هو انت اتولدت زينا؟ ايوه يا استاذ والله، اتولدت عادي زيكم. انت اللي زيك جابوه من على شجره. شجره؟ اخرس. الشجره قال ليها انا غوريلا. اخرس، ما تشتمش الغوريلا. يا اخي انا بحكي لك الحكايه. فضل. عشان تقدر موقفي. اتفضل. انا يوم ما اتولدت، يوم ما ماما جالها الام الوضع، الجيران اتلموا عشان ينقذوها. ايوه. احنا كنا ساكنين ساعتها في شقه على النيل. ايوه يا فندم. شقه جميله قوي. فين؟ في مدينه نصر. على النيل في مدينه نصر؟ بتطل على النيل مباشره. ماشي. لما الجيران اتلموا بقى. فرحوا منزلين ماما وركبوها الحنطور وطلعوا بيها على المستشفى. مستشفى هايل هنا في حي راقي. اسمه ايه؟ الباشمهندسين. اللي هناك ده. باشمهندسين. خدوا ماما نزلوها المستشفى. الدكاتره بقى اتلموا حواليها عايزين ينزلوني. طبعا. في الحقيقه بقى انا ما كنتش عايز انزل. هو بمزاج اهلك. لا. انزل ليه؟
ما انا قاعد واكل شارب نايم ببلاش. الله انطبلت من يومك بقى. المهم الراجل حاول بكل طريقه عشان ينزلني، انا نزلت. أيوة. نزلت اضطراري. ايه نزلت اضطراري يعني؟ المهم الوليه النورس. ايه النورس؟ نورس نورس قصدك الممرضه يعني؟ ايوه اسمها النورس. النورس يا اخي. النيرس. النيرس هي اسمها ام احمد. ام احمد يبقى تمرجيه. راحت مستلقاني على ايدها كده. اول ما سلقتني على ايدها كده عملت كده. بص ليه شفت ايه فيها؟ استنى بس خد بالك. أيوة. عملت كده. ايوه ما هذا؟ ما هذا؟ قالت ما هذا؟ شهقت. ما هذا؟ وبعدين ماتت. اخر حاجه قالتها في حياتها ما هذا؟ ايوه على طول ماتت. اه والله الدكاتره تلموا عشان يكشفوا عليا، خافوا لحسن يكون فيا اشعاع ولا حاجه بيموت اللي حواليا. ايوه عملوا كوم سلطه. ايه كوم سلطه؟ ايوه لموا الدكاتره عملوا كوم حواليا. رئيس الكوم كشف عليا وقال لهم اسمعوا، الولد ده مش هيعيش اكتر من 100 سنه. 100 سنه هتفضل في عربيزنا 100 سنه؟ ماما بقى فاقت من البنك، فقت قالوا لها هات، قالت للناس هاتوا ابني حبيبي اشوفه. انت عارف بقى عاطفه الامومه. ايوه طبعا. هاتوا لي ابني حبيبي في لذة كبدي. ايه 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 في لذة كبدي؟ اه باعتبارك من الفلزات يعني. مني غالي عليها قوي. اه فلذت كبدي. ايوه فضل. راحت واخداني كده وقالت الله ده ابيض قوي. ابيض؟ انت كنت نازل ابيض سيادتك؟ لا الممرضه قالت لها شيل الفوطه من على وشه. يعني انا عايز افهم. ايوه تشيل حتى الفوطه ليه اساسا؟ خايف عليا. من ايه؟ من الحسد. لا انت تتحسد فعلا. الله يخليك. لا. كل الناس بتشوفني بتقول ان انا ممكن اتحسد. اه طبعا وش حسد. اه طبعا الله وش قرد. المهم ماما بقى راحت واخداني عاطفه الامومه بقى. آه. وراحت بيساني بوسه واحده. ما طبعا ماما بوسه صغيره. وماتت. لا وفرحان قوي. مسيتني بوسه صغيره. ايوه وماتت. ماتت من ايه؟ الدكاتره قالوا تسمم من البوسه دي. سممت امك؟ بابا جه من بره قالوا له مراتك ماتت. آه. قال مش مهم اتجوز غيرها اجيب ست ستها. أيوة. المهم اشوف ابني حبيبي اخويا. استنى. ايه ابنه؟ معلش انما اخويا ازاي يعني؟ المثل بيقول ان كبر ابنك خويه. ان كبر؟ ما انا نازل كبير. اه انت نازل حلو كده يعني اكس لارج. اه نازل كامل على طول. ماشي. بابا خدني في حضنه انت عارف عاطفه الابوبه. اه زي عاطفه الامومه. وراح بيسري. مات راح اكيد. قتلت العيله يا استاذ؟ ده كل اللي في الاوضه ماتوا، الدكاتره العيانين الزوار كله مات. كله مات؟ ايوه. لما كلهم بسوك؟ مفيش حد بسني غير بابا وماما. الله مش بتقولوا ماتوا؟ ايوه ماتوا. من ايه؟ من ريحه. ريحه الوحيده اللي ما ماتتش ستي. ليه؟ امي. ليه؟ اصلها عميه ما بتشمش. عميه ما ده جالي منين ده؟ لا لا يا ابني النمره جت مع ساعتك. الو الو هو مين اللي بيتكلم؟ هو كل شويه تليفون. اسمعيني يا سيمي، معقوله لو سمحت اقفل التلفزيون عشان اعرف اسمع حضرتك؟ يعني حضرتك بتتكلم في التلفزيون ولا بتتكلم في التليفون؟ بقول لك ايه، انا مش فاضي لك، خد كلم اللي احلى مني. سعيده. الو الو وميت الو، انا اللي اتكرر واتصل بيا. مجم عبد السلام النابلسي؟ انا مش فاهم، لو سمحت ممكن اعرف بس النمره؟ ارجوك ارجوك ما تتكلمش اكتر من كده، خد كلم البيه الكبير. الو 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 مين بيتكلم؟ Thank you.
فهي. انا بحب حسن فهي قوي عشان في حاجه مشتركه بينا. بقول لحضرتك يعني ممكن اعرف بس سيادتك بتشتغل ايه؟ مكتب مدير السياحه. لا مؤاخذه ما خدتش بالك مني لابس الجوانتي. مع السلامه. ايه في ايه؟ كده قفلت على صباعي يا حوده. قول لي حوده. انا هعمل باصلي. حاضر. اللي يطلع صحيح في اي بي. حيوا مع الفي اي بي. يعيش الفي اي بي. يعيش الفي اي بي. يعيش الفي اي بي. يعيش الفي اي بي. قررت إدارة الأوتيل مد إقامة حضرتك أسبوع كامل على نفقة الأوتيل يا فندم. شكرا. ممكن تخليها تو سنجل؟ بس أنت وان سنجل. ما أنا هجيب المدام معايا. مدام جاية؟ بنت أخت خالة الحاج عبد اللطيف. أهلا وسهلا يا فندم. تسمح لي أعمل مكالمة تليفونية؟ اتفضل يا فندم. شكرا. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه في إيه؟ في حرارة. كل التليفونات فيها حرارة. بس دي حرارة جديدة أوي عندكم. ليش استحمل؟ الو الو مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. شركه مصر للطيران؟ ايوه يا فندم تعالى. والله لو سمحت عايز اسالك سؤال. اتفضل يا فندم. المسافه بين مصر وامريكا الطياره بتقطعها في قد ايه وقت؟ دقيقه واحده. دقيقه واحده. شكرا. دقيقه واحده. من مصر لامريكا في دقيقه واحده؟ ايوه. ازاي يا فندم؟ من مصر لامريكا؟ ده هو قصده هيشوف لك يعني. كان قال لي استنى. يا هلا. يعني المسافه من مصر للندن قد ايه تقطعها الطياره؟ مش عارف والله. في عطسه؟ انا ما خدتش برد قبل كده عشان اقول لك. انت بتعافر في النمره ليه؟ اصل انا طالب المقطم فوق. فوق ازاي يعني؟ بطلع. عايز افهم انت رجعت ازاي بالقرص يعني؟ اصل انا طلبت 9 والمفروض اطلب 7. عملت ايه؟ طرحت 2. الو الو. فرغلي فرغلي. سيادتك طلبت البيت؟ ايوه. ومين فرغلي ده يا فندم؟ دي مراتي. ايوه فرغلي وقفوا لي على الاقامه في الفندق اسبوع ببلاش. ايوه بحصليني. تعالي اديني يسرى. اديني يسرى. ما اليسرى مين يا فندم؟ يسرى ابني. ابنك اسمه يسرى؟ ايوه. فيها ايه؟ مراتك فرغلي واسمه وابنك اسمه يسرى؟ ايوه. يا راجل الله حرام عليك اللي انت بتقوله ده. مين غريب في كده يا اخي؟ اديني بابا. راح فين؟ راح فين؟ إيه؟ هو صحته كويسه؟ ايوه يا عم صحته كويسه. بيتمتع بس انا عندي 35 سنه. انا مش هقولها. هو عنده 70 سنه. ماشي يا بني. بس ما شاء الله صحته حديد. ماشي يا بني. ايوه جدي جه خد بابا وراح فين؟ راح فين؟ راح لابوه. ابو مين يا راجل؟ احترم نفسك بقى. ابو مين؟ ابو جدي. يا راجل اجري يا راجل بقى احترم نفسك. ابو جدي. افضل اسمع انا لغايه لما توصلني لتوت عنخ امون. معقولة؟ هتفضل يا راجل اجري. انا اعرف ايه المشكلة؟ جدي الكبير عنده ايه؟ ايه عنده مناسبة سعيدة؟ والله ايه اللي حصل؟ جده خد الاعدادية. تفشر فشر. هو زمان كان فيه اعدادية. ايوه الاعدادية. طيب ما علينا. خدها من مين؟ خدها من مين؟ خدها من واحد صاحبه. ماشي. قولي لي الولاد جم الحضانة؟ حضانة هم كتاكيت. نعم. سعادة البيت. نعم. اديني مفاتيح العربية بتاعتك. العربية بتاعتي ليه؟ اصلها قافلة الشارع، لا حد عارف يخش يمين، لا حد عارف يخش شمال، وهي نوعها جيب. نوعها جيب؟ اه. أنا عربيتي جيب يا ابني. أنا مش فاهم أنا. يا ابني شوفها بتاعت أي حمار هنا. بتاعتي أنا. إيه في إيه؟ اديني مفاتيح العربية الجيب بتاعتك. أيوه. اصلها قافلة الشارع، لا حد
عارف يخش يمين ولا حد عارف يخش شمال. خليهم يخشوا على رجليهم يا غالي. ايوه خش على رجليهم يلا. وجود عربيتي قدام الفندق بتاعكم فخر للفندق. اه طبعا. وعلامه ان الفندق بتاعكم فندق محترم. ايوه فهم. اسمع يا كابتن. نعم. انا داخل اكل. اتفضل يا فندم. فاهم يعني ايه واحد في اي بي داخل ياكل؟ فاهم يا فندم. حسك عينك اشوف اي حاجه في المطعم غير اللحمه. اللحمه طبعا يا فندم. اللحمه. ما واضح. الميت. ميت. هتاكل ميت؟ اللحمه. اللحمه فهمتها انما ميت. الميت بالانجليزي. الميت. ايوه. اه بقول لحضرتك ايه، سيادتك بتعرف انجليزي؟ انا في الانجليزي ما اعرفش اخويا. اصل هنا يعني ما فيش حد بيعرف انجليزي، كلنا بنعرف الماني وفرنساوي. لا انا في الانجليزي اصلا ما بخبيش عليك. إيه؟ انا متربي في احضان اسره انجليزيه. اه ما هم بيحبوا الحيوانات المفترسه. ايه لا فيش حاجه. سيادتك يعني بتعرف انجليزي؟ أيوة. طب ممكن بس من باب العلم بالشيء تقول لي من 1 لـ10 بالانجليزي؟ من 1 لـ10؟ آه. على الطريقه الحديثه ولا الطريقه القديمه؟ هم فيها طريقتين. ايوه في 1 لـ10 بالانجليزي على طريقتين، في حديث وفي قديم. طب قول لي على الطريقه الحديثه. الحديثه 1. ايوه. 2 3 ونات 4 ونات. لا 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 انا عايز القديمه. القديمه. آه. القديمه دي معروفه. 1. آه. ايوه. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. صح؟ لا صح. اقول لك 10 بالانجليزي. اتفضل. 10. طب 20. 20 10. طب 100. اقول لك 100. اه تن تربارن تن تن. لا حلو قوي والله. اقول لك شجره بالانجليزي. ايوه شجره. اه تري. طب شجرتين. تري تري. طيب اشجار. اشجار تربتتي. انا عايز افهم دلوقتي انت بتعرف انجليزي ولا ما بتعرفش انجليزي؟ يا استاذ انا بعرف انجليزي قوي، انت عارف السفير بتاع انجلترا. خلاص خلاص ما علينا. تحت امرك. طب افرض ان في شويه سواح بره. ايوه. عايزين نندلهم عشان يخشوا جوه. يخشوا هنا؟ اه تعمل سهله يعني. خالص. اه كومينج هير كومينج هير. لازم تحط الاي ان جي. ماشي كويس. طيب عايزين نخرج السواح بره. اخرج انا الاول واقول لهم كومينج هير. ده جالي منين ده؟ خليك ورايا. الضرب اللي ضربته على قفايا تحت يا بيه. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ خليك وراه لا يطلع في اي بي، نفذ له كل طلباته. يلا كل واحد يروح يشوف شغله. سمير الجناح بتاع دلال هانم جاهز؟ جاهز. دي مليونيره كبيره عايزين نكسبها في الاوتيل هنا ان شاء الله. هي جوزها عريسها اسمه ايه؟ اسمه الاستاذ عبد الستار السرياقوسي. عبد الستار السرياقوسي. ايوه جوزها واحد بتاع عسل اسود. لا والله يا فندم. ده مالي؟ طب اطلع اعمل تشيك اب على الجناح بتاعها. بس ما فيش حد في الريسبشن غيري يا فندم. انا واقف مكانك عايزين نكسبها. حاضر يا فندم. الو مين يا فندم؟ اهلا وسهلا استاذ عبد الجبار. اهلا اهلا. اي خدمه؟ نعم. لا استاذ عبد الستار السرياقوسي ما اقدرش اوصل له اي رساله. ليه؟ عشان النهارده فرحه. ايوه زفافه. مع السلامه يا حبيبي. مع الف سلامه. نعم. نعم. الراجل اللي عامل زي الفيل. ايوه كان البوفيه المفتوح كله. ايه ده؟ كان اكل 80 واحد الوفد الالماني كله. كله يا نهار مش فايد. طب روح للشيف خليه يحضر اكل الوفد على وصول. يلا ولازم اسكت لا يطلع صحيح قريب ما الحاج عبد اللطيف يوديني في داهيه. جاموسه هلا. الله الله. نعم. الاكل بتاعكم طعم قوي. سلام يا شيخ. الاشكيف نفسه حلو في الطبيخ. عندنا اشكيف جوه؟ اللي بيطبخ. شيف. ايوه الارشيف. ما علينا. هايل والله. ماشي. ولو ان كميات الاكل قليله شويه. قليله ازاي يعني؟ قليله ازاي يعني؟ كنا حاطين خروف في النص. اللي كان في النص ده خروف. ايوه ده مش خروف. امال ده ايه؟ ده عصفوره. ده انا خدتها راحت والله.
ده انت غيرتوا طعم الاكل حتى غيرتوا اسمه. غيرنا اسمه ازاي يعني؟ ايوه غيرتوا اسمه. لقيت قدامي على الترابيزه طبق مكتوب عليه كشري. ايه كشري دي؟ طبق كشري يا عم. كشري كشري ايه؟ مفيش ضم على الكاف. حاضر. ولا الطبق اللي بعديه نعم مكتوب عليه نجرسكو. ايه نجرسكو دي؟ نجرسكو. ايوه نجرسكو. نجرسكو ما مكرونه بالفراخ في الفرن. نجرسكو. خلاص اكتبوا مكرونه بالفراخ بالفرن مش ناكل وبعدين نتفضح. حاضر. ولا الطبق اللي بعديه ماله؟ اسكت على الطبق اللي بعديه ماله. مكتوب عليه كريمه. كريمه؟ ايوه انا خفت اقرب ناحيتها ابوها يكون قاعد جنبها ولا حاجه. كريمه ايه يا عم؟ كريمه كريمه كريمه. مفيش كسره. الله. وانت لازم تاكل باللغه العربيه ولا الصينيه؟ مالها صينيه؟ صينيه كبيره قد كده. ايوه كبيره قوي. ايوه مكتوب عليها صينيه قرع. قرع؟ هو احنا ناقصين؟ قرع. ايوه قرع. قرع ايه؟ قرع عسل. مفيش همزه على الواو. هو القرع فيه واو. انا عارف القرع اللي انت جبته مفهوش. ولا الطبق اللي بعديه ماله؟ اسكت على الطبق اللي بعديه ده ماله. انا اول ما قريت اللي مكتوب رحت عادله كده غرقت المفرش بالترابيزه بالارض بكله. ليه بس يا فندم؟ مكتوب مقلوبه. اعمل ايه كده؟ جالي منين؟ مقلوبة أكلة عربي كويسة أوي يا ابني. أيوه مقلوبة أكلة عربي؟ آه. خلاص اكتبوا مقلوبة ما تعدلهاش. حاضر. أو مقلوبة وكلها وهي مقلوبة. حاضر. أو بص اكتبوا مقلوبة قلبة يعني كده. حاضر. حاضر. اسكت بقى على الطبق اللي بعديه. مال؟ طبق وحش أوي والله. أنا اتخضيت. ليه؟ مكتوب عليه سمك فيه ليا. في سمك فيه ليا؟ ماشي السمك وحاطط ورا ليا سمك خرفان. راجل سمك خرفان. سمك في ليه؟ ايه في ليه يا راجل؟ ايه سمك في ليا وماشي ورا ليا؟ هتستغلي؟ انت عمرك ما اكلت سمك في ليه؟ انا ما شفتوش خالص قبل كده. اسكت بقى على الطبق اخر طبق ده. انا كنت هروح في مصيبه عشان ليه طبق كده. آه. انا اول ما قريت اللي مكتوب طلعت اجري. ليه؟ خفت هربت. ليه في ايه؟ مكتوب كبسه. خفت خالص. انا قلت عسكري هيطلع لي بالطبق كبسه. ايوه مش فاهمك في الاكل. انت كفايه انك انت واكل اكل 80 واحد. اخرس. يعني انت عايز تقول عليا ان انا بطني؟ لا العفو يا اخويا. واكل غابه بحيواناتها. تعالى تعالى ما تخافش. بقول لحضرتك ايه، انا عايز اقعد في البرنده شويه. اسمها الفراندة. اسمها البرنده. الفراندة لانها بتطل على بره. خلاص ماشي. سمحت ابعت لي واحد بيبو الكافيه. لا ما عندناش المشروب ده. عندكو بيبو الكافيه؟ ما عندناش يا راجل. عندكو بيبو الكافيه؟ يعني ايه بيبو الكافيه؟ يعني ناس كافيه. بيبو يعني ناس. صح. حاضر خلاص عرفت. ولا بلاش بيبو الكافيه. بلاش. ابعت لي انا بيبو. الله انا ناس. ايوه صح. شيل بيبو حط ناس. صح. الله يلعب حلو. الله يخليك. طب خد التالتة بقى وبلاش الاثنين الاولانيين. بلاش بلاش. ابعت لي واحد طين. عايز طين عشان تزرع في الجنينة؟ طين ايه يا استاذ انا فلاح؟ بقول لك واحد طين. طين عشان اثار الزرع بره يعني؟ طين طين. يعني ايه طين طين؟ يعني شاي بالانجليزي. الله يلعن ابوك انجليزي. الشاي بالانجليزي اسمه تي. تي تي خفيف. شايف حضرتك مبسوط وسعيد جدا. جدا. ده انا هطقم الانبساط. الحقني باي حاجه ساعه بقى لان انا خلاص هفرقع يعني. حاضر فندم. تشرب ايه حضرتك؟ انا بيبول. مش عايز حاجه. مش عايز حاجه. ايه الحاجات دي كلها؟ الحاجات دي بتاعت مين يا ابني؟ دلال قلبي اسيوطي. نفسك بقى دي مليونيرة. ها محدش يتحرك من مكان. هيا هيا
في ايه؟ في ايه؟ جارز. ما شاء الله واحد بالشياكه دي وجاي يبيع جاز هنا؟ لا يقول جارز. ما شاء الله ما شاء الله جارز. بصفتي انا كرهتها، كرهت بصفتي دي، مش عايزها. بما انني لسه هيوصل بقى الحزبومه فلا مندوحه من القول. اتفضل. مما لا شك فيه انت بتنقيهم. بصفتي السكيورتي الخاص بتاع الهارم المليونيره لازم اخد كافه الاحتياطات الامنيه اللازمه قبل تشريفها. انا مدير عام الفندق. وانا مدير امن الهارم. احنا اتخذنا كافه الاجراءات الامنيه اللازمه. حتى لو الامن بتاعك خد كافه الاحتياطات الامنيه، لازم الامن بتاعي ياخد كافه الاحتياطات الامنيه بعد ما الامن بتاعك ياخد كافه الاحتياطات الامنيه. لان ايه اللي يضمن الامن بتاعك خد كافه الاحتياطات الامنيه؟ اذا ما كانش الامن بتاعي ياخد كافه الاحتياطات الامنيه عشان يطمن ان الامن بتاعك خد كافه الاحتياطات الامنيه. العجل ببطن امه. هتهزر معايا؟ لا ابدا والله يا فندم. فتشوه. ايه ده؟ لا لا ولا حركه. اي حركه اضرب المليان. مسدس طلع السلاح اللي معاك. يا غلابي يا غلابي طلع. ده انا وحيد امي، وحيد امي. حد يروح يقول لامي ابنك مات جاي؟ جاي. انا جبت الجاز مش عارف. طلع السلاح اللي معاك. والله العظيم ما معايا. يمكن هم دول اللي عمالين يصفروا المفاتيح. طيب. لا انا بالله انا في عرضك، انا عندي عيال عايز اربيهم يا عم. الله يخليك يا مجفف. اتحرك. اتفضلي يا هانم. اهلا وسهلا يا فندم، وجابلنا ورد، كتر خيرك يا فندم. اشرقت الانوار. دي الكاميريرا. واهلا. تقول ايه حضرتك؟ الشغاله. شغاله عندكم؟ يس. تعبت النحاتي. لا امشي امشي. سافاج سافاج وحتامك. اتفضل يا هانم. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا. اشرقت الانوار. اهو كده يا فندم، اهو كده. وقار. فستان احمر. نعم فستان احمر. الورده هي اللي حمراء، الفستان اخضر. ما شاء الله، انت كنت مقدم طيران؟ دي الهاوس كيبر شغاله رخرة. حبوس ايديها. شغاله عندكم؟ يس. لا كوبا تاخدك انت واهلك. دي بتنيمني تنويم مغناطيسي. كوبا كوبا كله تمام. حرك. لابسه مقطع يا منيله. جت على ربع متر يا منيله.
طب ربع متر كنت كسيت الكتف ده بتاعت امشي كتفي وكتفي حتى لما يشوفوك في الشارع يقول لك يا مكتفى بتروحي جايه على طول تعبت النحاتة نزل ايدك انا ولا في ايه انت اتجننت خالص ليه ما عندكش نظر ليه يا اخويا ما انتش عارف دي مين هتطلع مين يا حبيبي دلال هانم الاسيوطي هي دي لا 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 اهلا وسهلا فندم اشرقت الانوار حلت البركه من حله اربع خمس حيلن اهلا وسهلا فندم عفيفي يس مدام اطمنت على الجناح يا عفيفي والله يا فندم كل شيء جاهز في انتظار حضرتك وعريس حضرتك يا فندم حر عايزه شويه هوا حاضر يا فندم وصلت الحفلات يا عفيفي والله يا هانم جاهزه من مجاميع يا فندم حطينا كرسي ازرق كرسي احمر كرسي ازرق كرسي احمر يا سلام يعني الفلوس على قلبها قد كده دي مليونير جت على فتلة تقفل بيها ده لا 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 مالي اهلا وسهلا يا فندم اهلا وسهلا عفيفي جار اهو انا جاي لوحدي مين ده يا عفيفي انا مدير عام الاوتيل يا فندم ايوه يعني اسمك ايه يعني اسمك شعراوي يا فندم شعراوي شعراوي ولا قلعاوي الله 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 ازاي سموك شعراوي وانت راسك ما فيهاش شعر صح دي ليها حدوته كبيره قصه يعني مش عايز اشغل وقت حضرتك يوم فرحك اهلا بيك يا فندم وانا اسف جدا لا 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 يا شعراوي ده احنا كلنا عايزين نعرف قصه شعرك سيادتك مصممه طبعا مصممه حضر. كلنا لا انا يهمني انت حضرتك يعني طبعا يا شعراوي يعني ما فيش داعي تاذيهم لا اتفضل حضرتك اتفضل يا فندم اتفضل حضرتك اهلا وسهلا مزيكا الله كان زمان شعري طول كده يا سيدي وكنت بحب واحده جميله جمال ملوش مثال اسمها قشره نعم بس كان عيبها الوحيد ما كانتش بتسال فيا كل ما اديها ميعاد ما تجيش مع ان كل اصحابي في الحته بيدوها مواعيد وبتروح لهم ما عدا انا كل ما تجاوبها ما تجيش لغايه اخر مره قعدت استناها ثلاث اربع ساعات انها تيجي ابدا كان لازم انتقم لكرامتي لازم اعرف اذا كانت بتحبني ولا لا عملت ايه طيب؟ قعدت تحت شجره الجميز وانا بقول بتحبني ما بتحبنيش بتحبني ما بتحبنيش بتحبني ما بتحبنيش لحد لما طاروا دول كرهتها سبتها حفاظا على الجنبين عفيفي يس مدام ارحمني من خفة دم شعراوي شوف شغلك يا شعراوي وكل عيش ما انا من شغلي ان انا رحب بالزباين يا فندم انا قررت يا فندم رغم ان انا مدير عام الاوتيل هشرب بنفسي على زفة حضرتك ان شاء الله عفيفي يس مدام جهزت حاجة المرحوم يا عفيفي مرحوم كله تمام يا هانم جبت الشريك موجود يا فندم والقرص امي اللي مقرصاه والبيتيفور بدل الدستافور والسليزون مدور ومكعب وحاليزون والكريم كراميل والكريم شانتيه هايل كريم كراميل وكريم شانتيه وشريك وقرص ايوه امك اللي مقرصه القرص يعني ايه بتجيب حته العجينه تقرصها تقول اي تروح مدخلها الفرن هو سيادتك عاملين حفله لواحد حلواني لا الحاجات دي عشان المرحوم جوزي مرحوم جوزك أيوة. هو لحق ده لسه الف رحمه ونور تنزل عليه كان راجل طيب كان خيره عليا كان مهنيني كان كله حنان كان جنتلمان والله بس لا نعم يا حبيبهم
حبيب امك اخويا، حبيب امك اخويا، سايبني ورايح فين؟ سايبني ورايح فين يا حبيبي؟ ده انت لسه صغار، ده انت لسه صغار يا حبيبي، يا حبيبي هقطع شعري عليك يا حبيبي. امك قرعة، امك قرعة ما عندهاش شعر عشان اقطعه يا حبيبي. اتخطف اتخطف. طب اروح الغي الزف؟ لا اوعى تلغي الزف. ليه؟ بعد ما اطلع المرحوم القرافة. أيوه. هعمل الزفة. والله هعمل الزفة يا شعراوي. احمدك يا رب، طلعت مجنونة. الزفة يا شعراوي. لا عارف. انت مش عارف الزفة؟ والله عارف. طب ايه هي يا شعراوي؟ تشيك تشيك مرزوق تعالي جنبي، تشيك تشيك مرزوق تعالي جنبي. ضيعتك يا عايدة كمان. ماشي يا شعراوي، هنطلع القرافة وبعدين نعمل الزفة. ايوة، والحفلة في ميعادها الليلة. ايوة، انا عايز الهانم بعد ما تروح القرافة وتعيط وتشعطف على المرحوم تعملوا لها احلى حفلة الليلة. ده طلع اهبل راسه. عايزة زفة البلد كلها تتكلم عنها. طبعا. وانت يا عفيف تحت امرك يا فندم. اي حد ياخد لي صورة يا ناس، كان نفسي يبقى عندي شعر. بتعمل ايه شعره؟ لا ولا حاجة يا فندم. جهزت الندبات اللي هتصوت معايا في القرافة. جبت أربع رقصات شرقي عجب هيقوموا بالواجب. رقصات في قرافة؟ ملبسهم بدل رأس سودة في ايه؟ والله رأس ايه؟ رأس في القرافة. ايه يا عفيف؟ نعم. الراجل ده هيفضل يتنطط لي كده، شوف لي حل معاه بسرعة. شعراوي. نعم. شوف شغلك وكل عيش. والله ما انا عارف اعمل ايه، ابارك لها ولا اعزيها؟ جميل هتصرف. حاضر يا فندم، الف مبروك يا هاني. الله يبارك فيك يا شعراوي. كل سنة وانتم ميتين. نعم. براي يا غرابي، براي يا مصبتي، براي يا راوي يا غرابي يا يدي يا غرابي. الله. ايه ده؟ الراجل ده مش طبيعي يا عفيفي، ده بيبارك لي ويعزيني في نفس الوقت والله. اه يمكن يا هانم يكون فاكر ان سعادتك طالعه القرافه على عريسك الجديد. بعد الشر عليه. صحيح انا مخلصه لجوزي القديم عبد الشكور الغندور، انما ده ما يمنعش ابدا اني بحب عبد الستار جوزي الجديد، ولازم احبه، لازم احبه زي ما كنت بحب عبد الشكور الغندور. طبعا. الف رحمه ونور تنزل عليك عبد الشكور بيه. يوه كفاياك بقى يا عفيفي كفاياك. ما زودش عليها المواجع، عبد الشكور الغندور ما يتعوضش ابدا، كفايه اخلاقه ونبله وشهامته. راجل راجل كان راجل عصامي، بدا من الصفر يا حد ما قدر ياسس بنك الشاطئ، اتجوزني وراس مال البنك 5 مليون، مات وراس مال البنك 5 مليون. اه والله. كم يا فندم؟ 5 مليار. وجاي عبد الستار النصاب عريسها الجديد يحط ده كله في كرشه، ما كنتش اتجوزتها انا؟ جاتنا نيله في حظنا الهباب. يلا انت بتقول ايه يا عفيفي؟ بدعي له يا هانم بدعي له. عشان كده انا قررت اني اول حاجه لازم اعملها قبل الدخله اني لازم ازور الزياره الاخيره في قبره. طب يلا يا بنات ودوا الحاجات دي على العربيه وسيبوا الصورتين بتوع المرحوم. ايه يا عفيفي؟ صورتين ليه للمرحوم؟ كان كفايه صوره واحده عشان اعلقها في الجناح. ما انا قلت يا هانم واحده في الجناح واحده هنا في الهول عشان تبقي دايما حاسه ان المرحوم معاكي في كل وقت. برافو عليك هايل يا عفيفي، جبت بدله المرحوم اللي حزفي بيها مع عبد الستار. البدله والبيجامه اللي اتدفن بيها المرحوم. هايل برافو عليك، ده عبد الستار هيفرح قوي خصوصا بالبيجامه اللي مات بيها المرحوم. اه والله.
حاسبوا البقسومات يتكسر وانتوا ماشيين. اتفضل. ايه يا عفيف؟ ايه يا فندم؟ بقسومات ايه؟ تعليمات سعادتك. انت نسيت ان المرحوم كانت سنانه واقعه؟ ارميهم. طب نرميهم ليه يا هانم؟ ما نخليهم لوقت اوزه. مش احتمال حضرتك تحتاجيهم لعريسك الجديد؟ بعد الشر عليه. انا مش عارفه انت بتكره عبد الستار ليه، مع ان عبد الستار والله راجل طيب قوي، واحلى حاجه فيه انه شبه عبد الشكور الغندور الخالق الناطق. انا احتاج شبه عبد الشكور بيه؟ ايوه طبعا. انا في حياتي ما شفت اجمل واحلى منك يا عبد الشكور بيه. الله يرحمك يا باشا. الله يرحمك يا حبيبي. بسيبتني ورايح فين؟ بذمتك يا عفيفي. أيوة. مش عبد الشكور شبه عبد الستار؟ والله يا هانم ممكن يبقى شبه عبد الستار لو سعادتك سبتيني عليه ضربته مطوه وقعت له اسنانه، ممكن يبقى شبه المرحوم. يا سلام يا سلام لو يرضى وقع له اسنانه يا عفيفي. ما يرضاش ليه يا هانم؟ عشان خاطر العشرين مليار اللي سايبهم المرحوم لازم يوافق. اخرس عبد الستار قنوع، ما تهموش الفلوس، ده مصمم يدفع تكاليف الفرح ومصاريف البيت من مرتبه الخاص. راجل راجل، عشان كده عاجبني. يلا بقى بسرعه، يلا يا عفيف عشان نعلق الصور. طب ايه راي سعادتك لو علقت الصوره الثانيه فوق سرير عبد الستار بالظبط؟ ايه تمنع عنه الكوابيس؟ كوابيس ايه؟ لما يشوفها. يلا بسرعه عشان نلحق. شوف مفيش قوة هتاخدك من بالجزمة. حد يدينا جزمة قديمة يا ناس. مش معقول اضربك بجزمة ليلة دخلتي. لا مش معقول. ومش معقول كم ايه ده ايه؟ تعال انقذني ارجوك. تعال. ايه ده؟ ابعد عنه احسن اضربك بكامية. مع مين ده؟ مع مين ده؟ انا اتضرب بالجزمة. انا انت انا اتضرب بالجزمة. انت متعرفش انا مين؟ لا انا بيومي في اي بي. انا هخليك تعمل على نفسك بيبي. وخل اي بني ادم يتصدر لك مهما. وبعدين بقى اوعى تقرب مني، انا لسه عامل عملية. انا هعمل منك دولاب ونملية. انقذني. ابعد عنه احسن اضربك بكامية. ايه الموضوع ده؟ ايه؟ قبض عليك. كتفوه. كتف مين؟ انت قطعلي القميص. الحقني يا استاذ. ابوس ايدك. ابوس ايدك كله لله. ما في ايانا يا البقرة ده. تعال. معلش انا مدير الاوتيل. انا هاخد امرك في اي خدمة. مدير. ايوه. وسايبين نطع زي ده قافل بعربيته الشارع لحد عارف يدخل ولا يخرج. ايوه. السياح بيصوروا حواليها. حوالين مين؟ حوالين عربيتي. عشان معفنه يا نتي. عربيه مقلب زباله. في عربيه شكمانها لفوق. ايوه. عربيه شكمانها بتبيع بطاطا. هلا. ايوه. عربيه جيب. والله جيب ومن جهله كاتب عليها فيب. ايه فيب؟ في عربيه فيب. فيب؟ لا والله بس في اي بي. لا في اي بي مش ماركه العربيه دي. ماركه البي. اصل البي في اي بي. يا ايوه يا اخويا انا في اي بي. يا ساتر. اشرح لك بقى بالانجليزي عشان تفهم. Very important person. يخرب بيت نطقك بالانجليزي. ليه؟
نبي لو الانجليز شافوك هيتكلموا هندي. في انجليزي ينطق فيري امبورتنت. لا لا انا عايز ليفا بقى. ده في اي بي، ده شكل في اي بي. ايوه بص اهو الفي اي بي بتاعتك غير يا ابني. غير ازاي؟ والله في اي بي خاصه بيك. خاصه بيك ايه؟ في ايوه في اي مكان تنضرب بالجزمه. يا خرب بيته اللي يصطبح بوشك. بي بناقص كلب زيك. احفظها تاني. ايوه في اي بي. انا مش هسكت لك. انت انا قميصي اتقطع. ده شكل يا راجل. يا وبعدين بقى ولد ابوس ايدك ما تقطعش عيش يا انا يا النطع ده. هو سيادتك نزيل عندنا؟ نزيل انا عبد الستار سرياقوسي. عبد الستار العريس. صحي اعمل ايه يا رب؟ اعمل ايه؟ انت بتشحط يا سيد. ايه الاوتيل اللي مليان عهاد ده؟ اسمع يا كابتن، الراجل لابس اسود اسود ده لازم يجي اعتذرني شخصيا. انا في اي بي. وحيات امه لا نمر بيه. تعالى لي بقى. خلي بالك في زو. ايوه انا دورت عليه ما لقيتش. كله ارجع مكانه. ارجع. ايوه كده انت ده محترم. امسك. خلص عليه. كله عاوز يضربك يا معفن. بيحقدوا عليا. شيل العربيه الزباله. حاضر. خلي عندك زق. ايه ده يا نهار ايه؟ بقره ماشيه. بقرة ماشية يا أنا ناس. أنا هفرجك، أنا هوريك. أوبا. أنا هو وأنت هو. أنا هو وأنت هو. استنى ما أقول لك. لا مؤاخذة. اتفضل. أوبا. مش هسيبك. مش هسيب. حسن يا أسود. حسن. أول مرة في حياتي أشوف بني إيه ده؟ بتقول لها إيه يا ابني حبيبي؟ بقول لها أحلى كلام في الدنيا. يا ابني ماسك ودن البنية ور 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 ور. بتقولوا إيه بالساعة؟ بتجيب الأسطوانات دي منين؟ بجيب لها الكلام ده من قلبي. يخرب بيت وجع قلبك. كترتوا على النواصي والله. منين ما نمشي على النواصي؟ اتنينات اتنينات. وبالساعة بتقولوا إيه؟ بتقولوا إيه؟ بنت محترمة. أنا غلطان يا معفنة. يا ساتر يا ساتر. أنا غلطان. حقك علي. أنا غلطان. روح الدار يا ابني. الدار فين؟ يا ابني الدار. شوف لك جراش. فكرة. حيطة ميلة. روح شوف بص فر يا خرب. بس بيعرف يقول اسطوانة. أنا ما بعرفش أقول. يا عم هدي نفسك بقى، أنت وراك فرح النهاردة زفافة. أنا بسبب الدخلة المعرقبة دي. بس دخله معرقبه ليه؟ لان في واحد دخل قبل مني. وانت ازاي تسيبه يعمل كده؟ وهمنعه ليه؟ بصفتك جوزها. التاني برضه جوزها. يعني ايه يا استاذ؟ انت متجوزها مده وهو مده؟ مده ومده. هي تاكس. انا مش يا راجل اتقي الله. في واحده تتجوز واحد مده والتاني الاولاني دخل ومات. اتجوزت واحده ارمله يعني. ارمله. قول كده من الصبح عشان افهم. ارمله. ارمله. وطبعا انت خايف بقى من المقارنه اللي هتحصل بينك. أيوة. وبين اللي كانت متجوزاه. اي المقارنه؟ مين احسن من مين؟ اللي أيوة. دخل ومات ولا الخيبه القويه؟ انت ما عندكش خبره خالص يا استاذ. انا زي الفل. انا باجي قصد اي واحده لساني اتربط وبتنيل. هو المشروب ده يفك عقده لسانك. هتبقى انت ومراتي. انت حر يا عم. روح انت. مالكش في مراتي عامله لي عمل ولا معلقه صوره جوزها الله يرحمه من اول الجرس. صورته على الجرس في الطرقه. صورته في الطرقه. اقعد عندها في الصالون. قاعد لي في الصالون. قلت اجي ادخل في اوتيل محترم. في مين اللي جاب الصرمه ده هنا؟ السكيورتي بتاع دلال هانم يا فندم. سكعورتي. ايوه يا رب. بتحب فيك ايه بس؟ ده راجل ما يتنسيش يا ابني. هات الزباله. الزباله لمين؟ للراجل ده. شيل. ترمي عبد الشكور بيه الغندور اللي خيره مغرقنا كلنا في الزباله. مغرق كنت انا. لا يلا. انا اسف يا حضره. انت معايا ولا معايا؟ انا تبع دلال هانم. بقت مرات امبارح وجاي ادخل النهارده. وانا بقول لحضرتك اسف. دي تعليمات دلال هانم. اوعى تمشي من هنا هقلع واجيلك. سعادتك لو طلعت اوضه النوم بتاعتك هتلاقي صوره زي دي طبق الاصل فوق السرير بتاعك. صورته فوق سريري؟ بالحجم الطبيعي وبالمايوه. مايوه؟
انت بتشتغل ايه يا هلا؟ انا السكيورتي الخاص لدلال هانم. دي مراتي يا هلا. الهانم بتتفائل بوجوده. انا بتشائم. وانا اسف يا حضرتك. وجوده بيعمل لي احباط. انا اسف. يا ابني ده انا بشوف شكله. الله. اتفضل. انت جيت يا عبده؟ انا عبده فيهم، عبد الستار ولا عبد الشكور؟ عبد الستار حبيبي وروحي ونور عيني، واللي اخترته من بين الوف عشان يبقى حبيبي وجوزي. وننوس قلبي. الله، ننوس؟ طبعا ننوس يا حياتي. ده شكل ننوس. ايوه ننوس يا عبده. سيبنا دلوقتي يا عفيفي. دلوقتي بس يا هانم، لكن مهام وظيفتي بتحتم عليا ان انا ما سيبكيش لوحدك لحظه واحده. لحظة، ما تتجوزني انا كمان يا ابني. اكسكيوز مي؟ اكسكيوز بقى؟ ايه ده انا فيه ده؟ واحد غريب في الأوضة. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه يا عبدو ده؟ انت فاكر ان عفيفي هينام معانا في الأوضة؟ مش عفيفي، جوزك اللي بقى. بس دي صورة، صورة يا عيني اتصورها وهو عيان. حتى بص شوف، بص شوف عينيه دبلانة ازاي يا عبدو. دبلانة بالنهار، بالليل هتنور والله العظيم. شيل الراجل ده. اصل عبد الشكور الغندور ده كان راجل طيب قوي، عشان كده انا بحتفظ بذكراه زي ما هحتفظ بذكراك يا عبدو. ذكراي؟ انت ناوية تعلقينا صور شهداء ولا ايه؟ اسمع يا عبدو. يا نهار. انا اتجوزتك لما لقيت طباعك واخلاقك زي طباع واخلاق عبد الشكور. يا رب بنختلف والله. في ايه بس يا عبدو؟ في النفس. طب بقول لك ايه يا عبدو؟ نعم. بقول لك ايه؟ يلا نطلع. نطلع فين؟ الاوضة يا عبدو. اعمل ايه في الاوضة دي؟ اصوت والم الدنيا. انا مش بتاع اوض. انا حوريك البيجامة اللي انا جايبها لك يا عبدو. بيجامة؟ طبعا يا حياتي. اهلا. عشان تعرف بحبك قد ايه يا عبدو. الله يكرمك. البيجامة اللي مات بيها المرحوم. انا معاكي بكفنه. بكفنه. اسمع يا عبدو، انا هعمل لك كل حاجه انت عايزها، بس بعد ما نرجع من مشوارنا. رايحين بوتيك؟ رايحين العرافه. اعوذ بالله. حد مات؟ لا، بس لازم قبل الدخله اروح ازور المرحوم. وانا اروح ازور اقول له ايه؟ نشاطركم الزوجات؟ اروح اقول له كلنا لها؟ عشان خاطري يا عبدو، عشان خاطري. ما تتصورش هبقى سعيده قد ايه لو جيت معايا. عرافه، يا رب اروح فين؟ يا رب اروح فين؟ الدنيا زحمه. يا رب اروح فين؟ الدنيا زحمه وليل داخل، واللي بحبه ده ساكن في عطفة من داخل داخل. انا ما ضناني دانا، انا ما ضناني دانا، ويخلى عظمي دانا حل الا نفس الحبيب في الباب. وانا دنيا طيب والقلب طيب ودموع قريبة هتبقي طيبة هتبقي طيبة طيب والقلب طيب ودموع قريبة قريبة وامتى دنيا امتى هتبقي طيبة هتبقي طيبة طيب يا وهو وقار يا ريتها عايرتني بما هو عار طيب والقلب طيب ودموع قريبة قريبة وامتى دنيا امتى هتبقي طيبة هتبقي طيبة بتقسي عليا ليه انا ذنبي بس ايه على قد يا ليل انا ذنبي بس ايه رضيت بالهم وانتي مش راضية
خيالي كده يا دنيا بس لي قلبي ضاع معاك بتقسي كتير علي ده انا حظي كده طول عمري كده ده انا بختي كده طول عمري كده ولما تضحك لي على طول تقلب كده ليه يا دنيا بس ليه 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 يا دنيا بس لي دلال هانم ايوه على الفرح دلال هانم سعادتك يا فندم كده اتاخرتي المرحوم زمانه قلق عليكي المرحوم قلق ايوه يا فندم المرحوم قلق بعت لك فاكس لا المرحوم دايما مواعيده مظبوطه في التراب يس يلا عشان خاطري يا عبد يلا على التراب يا استاذ عبد الستار يا استاذ عبد الستار اوعى تتاخر الزفه الساعه 9 والفرح الساعه 10 فرح ايوه عاملين لي فرح طبعا يا عبد احلى فرح واحلى زفه اهو كده عاوز رقاصه 100 كيلو ايه في رقاصه 100 كيلو 99 ونص بالجزمه ليه يا عبدو؟ أشوف اللي أشوفه الباقي أحوشه في التلاجة ده أنا اللي حليته في التلاجة ليه ليه يا دنيا الله يرحمك يا عبد الشكور بيه ويرحم أيامك هقولي لو سمحت وأنا قاعد على البسين سمعت أصوات غريبة أوي إيه اللي بيحصل في الأوتيل ده بالظبط؟ ده فرح دلال هانم يا فندم إيه ده؟ هي دلال هنا؟ وحضرتك تعرفيها؟ طبعا يا ابني صاحبتي وصاحبة البنك اللي انا بشتغل فيه قولي هي راحت فين؟ خدت جوزها وراحوا القرافة القرافة؟ ايوة طيب انا هطلع غير هدومي بقى وحصلها السلامة اسمع احلى سلام في احلى ليلة سلام كبير قوي للناس اللي شرفونا الليلة اتعاقدت عليهم بالليل ما شفتهمش والله العظيم وايه اللي واقف في النص ده انا معزي فيه امبارح الله شارب القهوه في امبارح الله يمكن بيتحاسب بسم الله الرحمن الرحيم ده روح الأرواح جاية معايا يلا يلا كده عشان ننسى الأرواح دي والحاج Thank you.
ازاي وتقدر الفن. شوف انبسطوا وسقفوا لك رغم انك رمه. يلا بقى من حته حلوه بقى. لازم تعمل معزه في الاخر ليه؟ يلا حتى حلوه كده. اول مره اشوف واحد يزمر ويتمضمض. يلا حتى سريعه. لا اسرع. لا مش عاوزها انا دي. مش عاوزها انا دي. لا مش عاوزها. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ دخلنا جنينة حيوانات ولا ايه؟ أول مرة أشوف واحد من غير رقبة. يمكن ده اللي بيشتموا بيه. يلا يا مقصوف الرقبة، يلا يا مقصوف الرقبة، امشي يا مقصوف الرقبة. ربيت أهلك. إيه ده؟ دقنه في صدره يحلق إزاي ده؟ هو طائر البطريق. هو طائر البطريق. هو انا طائر البطريق. طب ابلع ابلع اللي في زورك. ابلع ابلع ايه؟ صحيح ده انا مالكش زور، ده انت على طول. بقول لكم ايه، اصحوا معايا النهارده، عاوزين احلى شغل، احلى ليله، صديق عمري صاحبي هيتجوز الليله دي، احلى شغل نعمله. ها بسم الله الرحمن الرحيم. ايتها الروح، ايتها الروح، كوني معانا النهارده وقابلي ربك بكره. اعملي معروف. وبعدين برضه مع الموسيقى والحاجات دي انا هقول شويه نكت عشان الناس بتحب تضحك. ها بس كونوا معايا بقى، اما اقول نكته ومحدش يضحك تغطوني. ها بس تقوليش كده، يعني انا اقول النكته انت حاسه كده محدش ضحك، امر بانا اللي بتعملوها دي. ها اعمل معروف حسه واحده بس، ما لقيتش الحق ام لما انا قدريني. ها غطيني، مش فاهم زي امبارح اقول لك غطيني جيب بطانيه تربح عليا. يلا جرب بقى. مره واحد قابل واحد عليكم ده مش بيغطيني ده بيدفني. خلاص انا هبقى اشاور لك. مره اتنين قابلوا اتنين. اتنين قابلوا اتنين. الاتنين الاولانيين بيقولوا واحد اما لا بالا. ايوه كده خلاص هنروح كده نشم هوا، وبعدين لو تهنا انتوا عارفين السر اللي بيننا. ها هوبا تيتو ماما، هوبا ماما ايه، ها هوبا تيتو ماما، هوبا ماما ايه، ها. عاوزين مسؤول بقى كده حلو عشان نتفق على الفرح ونشوف هناخد فلوس ولا هي بيات واكل. اي خدمه يا استاذ. لحظه واحده، عاوزين واحد ابن حلال كده. هل هنحط اسمنا في البروجرام ويطلع في الجرايد ولا هناخد فلوس؟ اي خدمه يا استاذ. ايوه لحظه انت يا ساتر، شعرك جاي في عينيا. لا 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 فكاهه، ايه رايك؟ اسمع بقى معلم، ده فندق محترم. نعم فندق خمس نجوم. فندق ايه؟ خمس نجوم. اندهلوا اندهل مين؟ فندق مين؟ خمس نجوم. اندهلوا اندهل مين يا اخوه؟ اول مرة اسمع ان في فندق صاحب اسمه خمس ونجوم. خمس ونجوم؟ لا فندق مين صحيح؟ خمس نجوم. اندهلوا اندهل مين؟ قول له في ست نجوم مستنينك بره. ستة؟ بلاش ستة، قول له في نجمة واحدة، قول له محمد نجم مستنيك بره. يلا محمد نجم مستنيك بره. يلا يلا، هو اصله من عيلة نجم
وانا نايم يبقى العيله واحده. بقول لك ايه، انا العفاريت بتتنطط في وشي. ايه العفاريت بتتنطط في وشي، وانا اقول يا رب شفت الملاهي دي فين. ملاهي عفاريت هو تعمل ايه؟ استنى على عفريت حاسب عفريت هيتزحلق. لا لا فكاهه. اقفل بقك. ليه؟ عفريت عاوز يعمل تواليت. فكاهه. بقول لك ايه، ما تطلعش زرابيني. ما تطلعش زرابيني يا عم، انا عارف انت حاططهم فين. ايه ده؟ انا جيت جنب زرابينك. زرابيني يا اخويا؟ يا نهار اسود. لو لا زرابينك انت بتقول ايه؟ بقول لك ما تطلعش زرابيني. دور عليهم، انا جيت جنبيهم. هم انت حاططهم فين؟ انت بتعمل ايه؟ حاطط زرابينه فين ده؟ زرابيني يا اخويا. انا جيت جنب. يخرب عقلك، اوعى اوعى زرابينك تطلع. يبقى منظرك وحش. راجل واقف وزرابينه طالعه وماشي يجر في زرابينه بقى. جر. افرض زرابينك اتنطرت على الارض، واحد تاني جاي متزربن زرابينه اتنطرت، جت زرابين ده على زرابين ده. لا خلي كل واحد متزربن في حاله يا ابني، اعمل معروف. والله العظيم انا عارف امثالك يجوا ازاي، انا هجيب لك اللي يشرعك هنا. بقول لك ايه؟ نعم. اوعى تفتكر ان انا بيه. بيه؟ ده انا برمجي قوي واشرحك. والله إيه؟ ايوه. طب انا هبرغك. نعم. عنتر. عنتر ان شاء الله تجيب عبله وجي الباب ابي. العنتر يا ولا، قال يعني الواد بيهددني. هو ده اوتيل؟ يا سلام. يا عم روح شوف الهاموش اللي عمال يلطع فينا. هو ده اوتيل ده؟ فين عنتر بتاعك؟ انا عنتر. ما تيجي يا اخويا، خش يا حبيبي. ولا هي منظره صوت بس؟ يا ساتر. ايه ده؟ عينيا مالها؟ في سواده جت في عينيا. يا ساتر يا رب. فين ده؟ انت فين يا ابني؟ انا عنتر. انت فين؟ بص تحت. ابص تحت؟ فين عنتر ده؟ بص تحت. فين انت يا ابني؟ لا ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يحيي العظام وهي رميم، يا رازق الدودة في الفانيلا. أول مرة أشوف دودة متضايقة. أنت بتدخن؟ بدخن. آه. ليه؟ إيه اللي جاب الشيشة دي جنب مني؟ شيشتي؟ والله في حجر محروق جنب مني أهو. حجر إيه؟ أنتوا بتسيبوا النار تطفي. نار إيه؟ فين اللي؟ شايلين اللي منه. لي ايه؟ امال بتشد منه ازاي؟ شد ايه يا اخويا؟ النفس اللي بتاخده بتشد منين؟ من ايه؟ يعني ايه؟ انا مش فاهم. لا إيه؟ لا حول ولا قوة الا بالله، ده كائن غريب. ده عنتر. قول لي. نعم. حللت بول. حللت بول ليه؟ يمكن دي الحصوة اللي نازلة في البول. كل دي حصوة؟ لا حول ولا قوة الا بالله، لا ده مش عنتر ده. لا عنتر. لا مش عنتر. لا عنتر. ده الإشاعة بتاعته. يعني ايه؟ فين الظرف الاصفر اللي كان جاي فيه؟ مش الدكتور بعته ظرف اصفر؟ ظرف اصفر. يمكن اتنطر. اه اتنطر من الظرف. ايوه. لا حول ولا قوه الا بالله، ما حصلوش حادثه يا سيدي؟ ابدا، هو جسمه كده بس قوي جدا. الحمد لله، اول مره اشوف واحد عايش بالعمود الفقري بس. يا ساتر. هو ولا اتكل على الله. يلا يلا، وانت شبه القرد المتحنط. بس انا لا مؤاخذة بشبع على حضرتك، أنا عمري ما شفتك. لا لا، أنا شفتك وهفتكر والذاكرة بتاعتي ما تخنيش. ماشي. بس لا مؤاخذة، إحنا عاوزين ناكل لقمة. أه البوفيه مستنيكوا جوه. يعني الناس جوه بالأكل كله. هوبا تيتو ماما، هوبا ماما إيه، هوبا تيتو ماما، هوبا ماما إيه، ها هوبا تيتو ماما. فندق محترم زي ده يبقى فيه مزيكة حسب الله. فندق خمس نجوم. اندهلوا. انا لازم اعمل عيان عشان ما اروحش الاراك. والله يخرب بيت سنينك، هو بيمشي؟ هات اللحمه. ايه ده؟ ايوه غريب عليا. هات اللحمه تعينها كده والشوربه الفوق اللي فيها على الباقي. ايوه يلا. الصدفه. سلام. فندق خمس نجوم حبيب قلبي. ايه ده؟ ميه معديه كمان. يا سلام. عبد الجبار حبيب قلبي. عبد الجبار انا صاحي. خش
الشارع صديقي حبيب عمري عسلة عمري. تعالى ازيك انا ازيك يا سلام معقولة ده انت بتحلو يا هلا وحشني يا هلا يا سلام يا دنيا اي والله يا سلام يا دنيا ايه ده يا سلام يا دنيا بعد الفرادة كله اي والله العظيم لينا نصيب عبد الجبار يا ابو الصديق عمره الفرحة للست اسمك قول لي اول حرف من اسمك اول حرف اول حرف عين شوي 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 عين عشوي في حد اسمه عشوي اسمك فيه سيس عبد الستار يالا عبد الستار يا ولا معقولة معقولة عشر سنين ما شفتكش مروا علي 40 سنة الله ايش قلتك انا مروا علي سنة انت بتكرهني انا يا عم لا من حلاوتهم مروا زي الصاروخ اتغيرت كتير الله قول لي عامل ايه عامل ايه صينيه بطاطس باللحمه عامل ايه في حياتك في حياتي اهو ساعات اعمل مطرب ساعات امشي في زار ساعات ورا ميت واقول له ماشي وطار في الهوا شاشي وانت ما تدراش اه يا جدع ام لبانة فتاة الله لسه شغال بقى امبارح هي اللي ماشيه لسه شغال وحشتني الحاجات دي الله يخليك وايه اللي فكرك بيا لا ما تزعليش بقى ما تزعليش يا ساتر عليك انا كنت خلاص نسيت الحكايه دي ليه بس ما تفكرني وخليني ازعل في يا سيدي ده انا بقيت ما اعرفش اخبارك الا من الجرنان ها 10 سنين وليله حلوه زي دي ما تبعتش لاخوك حبيبك وانا اعرف طريقك فين يا نادل انا الجرنان قعد في حضني يوم بحاله وبقيت مستغرب ومتمخول اقول يا رب هو يا رب مش هو يا رب هو الاسم هو الاسم هو الاسم هو انما العيله ده عيلته معفنه عيلة مين اللي معفنة؟ أنا لو جبت سيرة عيلتك الدنيا هتدخن. عيلة مين؟ فتاحة. والله زمان. والله زمان. طمني. اتجوزت. كتبت امبارح. لا سيبك من الكتاب احنا عاوزين. الليلة. الدخلة. الليلة. الله. مالك قاعد بتقولها كده وانت مكسور كده تعبان ما انت لسه قد غشيم يالا بتكشف 10 سنين ما تدردحتش يا النبي بس تصدق بالله ربنا بيحبك ودي نتيجه الخير اللي كنت بتعمله ايه. ربنا بينقذك وبعت لك مين ايه. بعت لك في الوقت المناسب حبيبي وبعت ايه الخلاصه التجربه كلها اي الله احلى برمجي في الشله احلى بورم فيك يا مصر فاكر يالا اسمع بقى وحقك علي انا بقى إيه؟ ان خليك النهارده بحكم الصداقه الله يخليك فرس فرس ده معرستك فرس ايه فرس انا داخل سبق يا ابني يا تسمع بقى فتح مخك فرس يا ابني ايه داخل الحصنه بالدخله يا ابني ده انت إيه غبي غباء فرس ايه مالي وانا بدخل بس معايا والا اليوم هيروح قول لي ايه اللي بيحصل لك عشان القى لك حل انا ببقى كويس اه اول ما اشوف واحده لساني يتربط واسخن وابرد ايدي تعرق بس دي حاله نفسيه ولازم تخلص منها بسرعه قبل ما تقابل عروستك ده الليله انت تثق فيا انت حبيبي انا قول لي ايه اللي بيحصل خطوه خطوه عشان القى لك حل من البدايه واحد اه ايدي تعرق اه ايدي تعرق بس خلينا في العرق بتاع الايد ايه بس اسقط بتكلم يا رب انا ذنبين كانت ايده وهي بتعرق لا حول ولا قوة بالله اسقط لا اجيب لك تلج ولا حاجة في ايه يالا سيبني رايح فين ايده بتعرق وده صديق ده صديق خبرتك فين يالا خبرتك فين اه ايه ده ايه اول ما ايدك تعرق ايوه طلع منديل ونشفها بس الحمد لله ربنا ألهمني ايه ده ربنا ألهمني ايه ده ربنا ألهمني
الله يخرب، انت لسه بتمشي نص كم كده؟ ده الهام من عند ربنا. قد لسه بتمشي كده؟ بقول لك ايدي تحرق تقول لي نشفها. امال عاوز ايه يا ابني؟ ادخل يا ابني. انت عاوز الدخله؟ وبعدين في ليلتك تثق فيا حبيبي. سيبني اول ليله جسلك النبض. نبض مين يا في ايه مالك؟ نبض مين؟ انت نسيت انا مين؟ ده انا عبد الستار اللي معلمكم الجدعانه. وانا غلطت يا ابني؟ انت مخك راح فين؟ انا بقول لك سيبني اول ليله اسال عنها واعمل تقرير. بتحب ايه؟ بتكره ايه؟ عشان اجيب لك تقرير. تتقص يعني؟ اسمع بقى، اسمع معايا ولا هسيبك وامشي. التجربه بتاعتي بنيها لك كلها. اول ما تخش على عروستك اضرب الارض برجلك وبرق. بص بقى ليها، عاوز عينيك في عينيها. العينين في العينين، عينين في عينيها، العينين في العينين. ولو نسيت العينين يعني ايز. هي ليها تو ايز؟ يس. وانت تو ايز؟ يس. انا عاوز الايز في الايز، الايز في الايز. وشوفها هي ايزه ايه بقى. ايزه ايه؟ واول الدموع ما تنزل من الايز دموع تعيط يعني؟ لا مش عياط، ده دموع الفرحة. ربنا كلامها بواد جدع غضنفر. اخوفها يعني؟ يعني من غير ايز يا هبل. ايه؟ اقفل الباب علينا، كرسي في قبة نفوخة. ايه انت راح تقتلها؟ ايز ايه؟ اسمع انا بقولك عليه، اول الدموع ما تنزل من عينيها خش ناحيتها بقى برق او دلع. اعكس. طالما عملت القسوة بين الحنية اللي في قلبك، خش برق او دلع ناحيتها. حلوة. يلا كأنها قدامك ايه؟ وخش برق او دلع بقى. هي هناك؟ عاوز رق او دلع. يا رب رق. ايش سيبني بس. ده داخل كده على مستشفى الصدر. مالك؟ صدر؟ صدر ايه؟ ورينا رق. ايه ده؟ ورينا الرقة يا عم. اهو ما تغيرش في وشك، خليك طبيعي. وريني. الانسان كل ما كان طبيعي يبقى اهو واد زي كده. حلو. نعم. فرز اول. حلو. فرز ايه؟ مفهوش دفوس. دفوس؟ مفهوش اي دفوس. البيت بقى قدام منه بيت واقف. يا ساتر على وش اهلك. فين يعني؟ بيت احلى منك يعني. واقف بقى وخش يقول لها هترجع في كده رقه في الدنيا؟ اسمع اللي بقول لك عليه. رقه ايه ده؟ تقرف مني؟ اتعلم مني بس. اعمل يلا. يعمل اعمل يلا. اعمل رقه. ايوه ده على مسؤوليتي. حاضر. يا ساتر، حمار داخل على جاموسه. ده انا بعد كده بقى هتشيلها بالايديك بقى. حلوه. شيلها بالايديك وتمشي بقى. ايوه كده. وانت شايلها كده انور وجدي، وانت شايلها ملس على شعرها بايديك الاثنين بقى. وانت شايلها ملس على شعرها بايديك الاثنين. وانت شايلها املس أملس. الله يخرب بيت اليوم. وانت شايلها ده كان يوم اسود يوم ما شفتك. يا ابن ملس هتقع. قوله يا جديدة. جديدة والله حلوة. ابعد عني، ابعد عني يا عيني. حبيبي حبيب قلبي. ولسه حبيب قلبي. تعمل ايه يا عم؟ ببارك لكم الجواز. بعد كده بقى وانت شايلها بقى وماشي تيجي كده تروح موقفها. وقفتها. أيوة. روح اخر الاوضه. انت بتعمل ايه في اخر الاوضه؟ اسكت خالص. في ايه؟ اسكت خالص. ايه ده؟ ايه ده؟ اعوذ بالله، اعوذ بالله. نسناس داخل على نسناسه. يا سيدي نسناس. يا سيدي رقصه الفراشه. فراشه؟ رقصه الفراشه يا راجل. الا ايه ده؟ ايه ده؟ ورا ودنها ايه؟ بقك ورا ودنها وتبعد بقى. تقول لها حسيتي بيا لما جيت وراكي. ايه ده؟ حسيتي بيا لما جيت وراكي. حسيتي بيا
يا لا اللي بتعمله. اسمع كلامي. يا لا وشك قلب كده ليه؟ في واحد في الدنيا في ليلة الدخلة. ايه ده؟ انت تعرف الستات حبوا يحيى شاهين ليه؟ ليه الله يرحمه؟ شفته التحتانية. لا لا. طب كان بيقول ليلى ازاي؟ مرة واحدة ليلى. ليلى. هي بهو دي بقى. وقفها ورجع تاني اخر الأوضة. الله يخرب بيت اهد الأوضة. اسكت خالص. ايه ده؟ معدين في يومك ده؟ ده شغل قرود يا ابني. بقك ورا ودنها وتبعد. حسيت بيها لما بعدت عنك. حسيت بيها لما بعدت عنك. تاني اضربك بكرسي. خلاص يا عم. يا ابني ما انا لسه قايلها. خلاص احنا خلصنا الصعب بقى. في تاني؟ هتخش على السهل ومن حقك بقى ما تضيعش وقت. خش على السرير على طول. سرير مين؟ خش على السرير من حقك. سريري. وانت داخل ما تضيعش وقت. العب في الهدوم. هدوم مين؟ العب في الهدوم. قلعت هدومك كلها. قلعت. انده لها. تعالي اغسلي الهدوم دي. هدوم. هدوم. غسالة. ايوه. ليلة الدخلة. لازم ليلة الدخلة الراجل يصدر امر الست تنفذه عشان تحس ان هو السيد. ليلة هي الهدوم لحقت تتوسع. معلش. تعمل اي حاجة هي تنفذ من غير مناقشة. بعد كده هتصالحها بقى عشان تحس ان انت رغم انك جبار بس حنين. ايوه. لا تعال انا ارهقتك النهارده. ايوه. معلش تعبتك. عاش. برورور. 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 تروح حاططها على السرير. وتروح انت بقى تحط كلونيا. وتوضب نفسك وتسرح. وتشيل العفن اللي عندك. وتقعد على السرير بقى. اول ما تقعد على السرير حبيبي بخفيه تمد ايدك تمد ايدك تطفي النور حبيبي واول النور ما يطفي ايوه لها الصباح رباح صباح رباح ايوه انا كده دخلت معلش اتلكك ليها بقى اتلكك اه اتلكك اسمع اتلكك انت عاوز الخلاصه اه طلقها اطلق مين يا عم اسمع كلامي بقى مش عاوزين دوشه بقى اطلق مين انت جاي تخرب عليا في ليله دخلتي خلاص اتلكك لها بقى اتلكك صبح ولا صباح الخير تقول لك صباح النور نور هو اللي شافك نور نهور يا شبه الجزمه انت ايه جاي لي واكلك رم طول الليل عامتيني وانت على العيال العيال هم ارمي العيال ليها عيال مين عيالك عيال انا ما دخلتش من ساعتها ما دخلتش العيال مش عيالك مش عيالي ولا عيالها ولا عيالها العيال عيالي وانا بعلمها بتعلم مين جرياله جرياله دي ليلتك غبره باينه عليك ما تزعلش مني انت مش بتاع خطه طويله خطه ودي خطه يا راجل انت عاوز كلمه تقضي بيها الليله في كلمه تقضي ليله دخله عندي كلمه سحر ايه دي والله العظيم الكلمه دي لما الست بتسمعها بتروح ايه دي ما تشوف ست تقول لها احب الفطير المشلتت ايوه مشل ايوه انا باكل مسلوق يا ابني وانت رايح تحلل مسلوق ايه يا ابني مشلتت ايه مين اللي قال لك الكلام ده صدق بالله لا اله الا الله انا مره علقت ثلاث ستات بنص فطيره انت هتنخع انخع انت هتنخع جاي تنخع لي يا راجل ولا نعم ولا ايه في بيت هناك اهي جرب عليها يلا كله يا نهار اسود ابصبص لا جرب جرب الخطه انا عمري ما عملت ده قبلي في حياتي والله انا على مسؤوليتي انا لو هزقتني لا على ضمانتي يلا اعمل ايه ايه من اول الرجل في الارض اول حاجه بسم الله سلامتك من الارض والله بحس بصدري قبل ما تنزل ظهرك والله اما لمالك فتاه يا ابني وده وقته يا ابني ما تخلينا اخش على ايه على بعد المشلتت مشلتت الايز الايز ملهاش ايز هناك في ايز خش بعد الايز خش بالرئه
ده انت نسيت حاجة مهمة. ايه؟ حلق. قلتوشو. قلتوش ايه؟ ده داخلين على جواز ومصاريف. احنا نلطش. وانت بتحبها قلبها. حرام عليك يا ابني، حرام عليك. بعد ده ايه؟ يحيى شريكي، حسيت بيا. ايه ده؟ في ايه؟ احب الفطير اللي مشلت. ماي دارلينج، الفطيره لزقت يا جدع. انت ظريف قوي. الله يعمر بيتك. ولطيف قوي. الله يخلي لك عيالك. قولي كلام حلو. قولي كلام حلو. منين؟ اسطوانه. الايس. عينيكي مالها؟ عينيكي مالها؟ تقوليش بقره بكر. ايه ده؟ انت بتحب في الزريبة يا ابني؟ مش عارف الكلام، ما بفهمش. بص على الزلومة. ايه دي؟ ايه على الانف؟ انفك. ايه الستات دي؟ اول مرة في حياتي. يا لهوي لو مراتي شافتني كده. ما يهمكش، انا هاخدها في كازينو. بس يلا. كازينو؟ كازينو مين؟ عم خلص ارجوك، ابوس ايدك. مش هسيبك. لا لازم تسيبيني. لا مش هسيبك. لا جرأة وليا. ما اقدرش اسيبك. جرأة؟ انا مش بتاع الحاجات دي. انا مش بتاع. اشخط. تعال، احب الفطير المشلتت. اوه ماي جاد. تعالي للذي لا يرحم. نزلي ايدك يا بنت، نزلي ايدك. تعلم هلا، تعلم هلا. لازم في مقدمات. اعمل ايه انا؟ بتقول لنا، بتقول لنا اعمل ايه؟ يا نهار اسود، اول مره ابوس حته نظيفه. كانوا شوينا. يلا يلا شاكرين. يلا 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 بابا. يا سلام، كلمه واحده تفتح مغاره علي بابا. ايه هي؟ احب الفطير اللي مشلتت. خلاص يا سلام، قولها بقى ببقك على طول عشان ما تنساهاش. يلا اقولها. ايوه. هي في غيرها؟ يلا. يا سلام. ايش ناشف يا بالك؟ عامله زي البساريه اللي بتموت. ايه ده؟ بط. ايه اللي جاب خلاط الاسمنت ده هنا؟ مالك بحضانه بالعيال كلها جايين. اصرف. يلا على الفرن. يلا فرن. يلا نهار اسود علينا سفلت الحته اللي انت قدامك. ايه ده؟ فينك يا مراتي؟ اول ما تيجي مراتك هتقول لها ايه؟ احب الفطير اللي مشلتي. حريمي ولد. فين مراتك يا هلا؟ مراتي عند جوزها. فين؟ عند جوزها. وايه اللي مشاك في السكه الوحشه دي؟ سكه مين؟ انت عاوز فلوس يا ابني؟ فلوس ايه؟ انت بتفكر بايه يا ابني؟ امال ايه الحكايه؟ يا ابني مراتي راحت مراتي أرملة كمان واخد فرملة. فرملة يا ابني؟ مراتي راحت القرافة، جوزها مات. راحت للمرحوم جوزها. ايوه. ده ايه ده؟ ايه الواحدة اللي تروح للمرحوم عشان تستأذن للزوج التاني؟ ايه ده؟ ايه الإخلاص والوفاء ده؟ إخلاص يحرق الدم بعيد عنك. اللي تعمل كده تبقى من عيلة ومتربية هديالك يا عم. عيلة مين يا ابني؟ عيلة مين ده؟ أنا تعبان تعب. أنا يعلم رب. قول لي انا، تعالى انت ايه اللي فكرك بيا بعد 10 سنين يا ندل؟ ايه 10 سنين مستريح من وشك؟ اوعى تكون ناوي ترجع لايام الغبره. لا اوعى. ايام الهنا والسعد والجدعنه. ما اجتمع عبد الجبار وعبد الستار الا وثالثهما العمار. الدمار. ليه يا ابني؟ هي النعمه ما اتجمعنا انا وانت زمان الا يا خناقه يا حريقه يا في الحجز.
معلش ده احنا عملنا كنا بناخد حق ناس ونجيب حقوق الناس. انا ارتحت منك 10 سنين. انا زعلان قوي عليك. زعلان؟ ربنا اداك موهبة تفرط فيها، صوت حلو، حنجرة جميلة. أوه. الناس حبت صوتك الجميل ده، من حلاوة الصوت بقيت تديهم دروس في الانجليزي بالغنى. فاكر موضوع الانشا الانجليزي لما عملته موال؟ انشا انجليزي صدق بالله بيغنوه في الافراح. يا سلام، لو بتحبني ولسه في عشره بيني وبينك سمعهولي. ده 10 سنين يا عاوز اسمعه منك لو في حب بيني وبينك. انت هترجعني الايام. معلش معلش. 10 سنين الانجليزي. نايت هذا وين يجو سمر داي. I can hear anyway. It's enough for the sky. It's so easy when you smile. Yeah. رجعتني 10 سنين يا هلا. فاكر لما قلت الموال ده فرح اخوك كان يوم ايه يا هلا؟ فرح اخويا كان يوم ايه؟ كان يوم 4. حبيبي صلينا الجمعة وقلنا يلا. صلينا الجمعة يوم 4. انت بتسمع؟ بقولك صلينا مع جمعة وقلنا له يلا. كانت ايام. والله ايام. والله احلى عيال، عيال في عمر الزهور بنشع جدعنا، عيال كنا بنعلم الكبار يعني ايه مرجله. ما كانش في اتخن تخين يقدر. طب زمان كنا كده. النهارده جاي تعمل ايه يا هلا؟ يا عشان نسرق بنك. بنك مين يا؟ بنك الشاطئ. بنك الشاطئ؟ اسرق البنك اللي هشتغل فيه بعد شهر العسل؟ اطمن، مش هنسرق فلوس. امال هتسرق منبوزيه؟ لا، شويه شيكات ورهونات ارض بتاع ناس غلابه الراجل خدها حطها في البنك. اوراق؟ ما هي سرقه برضه. لا لا لا، اللي يسرق حرامي ما يبقاش حرامي. مين اللي قال لك الكلام الفارغ ده؟ انت عارف الاولاد الغلابه دول يبقوا اولاد مين؟ مين؟ الراجل اللي انقذ حياتك لما بيتك وقع، انقذك ومات هو. اوعى تقول عم دابس. هو عم دابس ساعتها قلت ان ذنبه في رقبتك وجميله طوق حوالين رقبتك. فضل رد جميل في ولاده الغلابه اليتامى. ايه دخل عيال عم دابس بسرقه بنك يا ابني؟ عيال عم دابس زي غيرهم ناس غلابه فقراء على قد حالهم. الراجل عمل ولي، خد سبحه ونزل قال لهم يا اخوانا المال مال الله، وانا عاوز اعمل صدقه، خلاص بودع، عاوز اعمل صدقه ساعدوني، اللي عاوز فلوس ياخد. الغلابه صدقوه عشان قلبهم طيب، كل واحد استلف قرشين على قد مشروع صغير ياكل منه عيش. كل واحد منهم فرح ان في راجل عنده ايمان وخير لغايه دلوقت. بعد اسبوع رجع معاه سبحه تانيه اكبر، قال لهم النبي عليه الصلاه والسلام قال تكاتبوا. الغلابة قالوا الخير موجود والإيمان بيزيد. اللي مضى مضى واللي بصم بصم، هتلاقيهم بيمضوا على رهونات الأرض. خدها صاحبنا وحطها في البنك، وبعد شهر لو عامل مجمع كبير في كل مشاريعهم الصغيرة. انهارت أملهم، لا طالوا سما ولا أرض.
والمفتري مش يسكت على كده، لا رفع عليهم قضية. فاضل يومين، لو مجبناش الأوراق بتاعت الغلابة من البنك اديناها للقاضي هيتسردوا، والراجل ده راجل كافر ضلالي ما يعرفش ربنا. يا انت الوحيد اللي بتقول عليه الكلام ده، ده في ناس معلقة صوره في الحمامات يتكلموا عن أمانة وشرف عبد الشكور الغندور. عبد الشكور الغندور والله ده أساس الفساد والضلالة. أنت ما تعرفش إيه اللي عامل. أنت عرفت الكلام ده كله منين يا منين؟ من مرات. مرات مين يا مرات عبد الشكور الغندور. أنت تعرف مراته منين؟ أعرف مراته منين؟ أحب الفطير المشلت. مش انت خبستها لا؟ يا سلام، كان عليها رأس تقولش بتاكل جيلي. دلال مراتي رقاصة. انا كان ليا معاها مغامرات تشيب الكتكوت لاصلع. انت هتسرح بي، هتسرح بي. لو راجل قول لي اسمها الحقيقي بس. لا ما تتعبش نفسك، اسمها الحقيقي اجدع منك ويتقلوك بالذهب ما وصلوش ليه. انما اسمها الفني بطه. بطه تيكاويه. تيكاويه؟ ايوه يعني خدها على الماشي. مراتي انا تيكاويه. بقول لك ايه، عاوزين ناكل لقمه بقى. مش بقى حد عندك دم. لازم تخرج بره ناكل لقمه. لازم تطلع بره هيتخرب. حته فاكهه. لا حته فاكهه بعدين. ده لسه دقه بخيل. مش دقه. خلاص هجيب سندوتشات. هجيب سندوتشات من محلات سندوتش. الله يعينك يا خبر اسود لو شاف مراتي. يا ترى انت فين يا دلال؟ يا ترى انت فين يا دلال؟ شويه اكلم حد. اعصابي تعبانه على الاخر. اهدي بس شويه يا دلال عشان نعرف هنعمل ايه في المصيبه دي. اهدى اهدى بس ازاي بعد ما اكتشفت المصيبه السوداء بعينيا، النادل الجبان الغشاش. اروح ازوره في القرافه الاقي واحده ست تانيه بتزوره، واسال الغفير يقول لي دي مراته. انا هخرب بيته، انا هخرب بيته عبد الشكور الغندور ده. الله يرحمه بقى يا دلال، ده مات وشبع موت. يا ناري يا ناري، بعد ما حرمت نفسي من كل حاجه علشانه. كان قد ابويا ورديت، كانت سنانه واقعه، وعملت نفسي مش واخده بالي. وفي الاخر في الاخر يتجوز عليا واحده ست تانيه وفي السر، ومن بتوع الهشك بشك. طب كان يقول لي، كان يقول لي هي في واحده ست ما بتعرفش ترقص. يا ناري، ده غير صوره، غير صوره وهو في حضنها. اهدي بس وقولي هي اسمها ايه. اسمها ايه؟ ايه اللي اسمها؟ هو اسمها؟ يا ناري، يا ناري، لو طلته كنت ذبحته بسكينه تلمع. يا دلال، مش يمكن الست دي كدابه؟ كدابه؟ ايوه كدابه. كدابه ازاي؟ دي ورتني عقد الجواز العرفي وعليه امضته. هو انا تايهه عن امضته؟ واللي اسخن من كده وادل، عامل لها شريط رقص ترقص عليه. في رقاصه اسمها ستوته عتريس عبد الصمد. في رقاصه اسمها عتريس عبد الصمد؟ لا طبعا ما فيش رقاصه اسمها كده. المهم انا عملت نفسي ان انا قريبه عبد الشكور الغندور، وعزمتها تيجي هنا. اول ما تيجي هنا هناخدها في حته بعيده ونعرف منها كل حاجه، مفهوم؟ لا اطمني بقى، انا جبتها لك معايا من دلوقتي. ازاي؟ بعد ما انت مشيتي خليت البنات يكتفوها وحطيتها لك في شنطه عربيتك. برافو عليكي هايله. مش عايزه اي حد ياخد خبر بالموضوع ده، خصوصا عبد الستار جوزي ده. لو عرف هتفضح قدامه فضيحه كبيره قوي، مفهوم؟ لا ما تقلقيش خالص من الموضوع ده، ورايا يا بنات. اتصرفوا بسرعه. اهلا وسهلا يا فندم. الحمد لله على السلامه يا هانم. اتحفظوا عليها. اتحفظوا على مين؟ الولاد بتوعها يا فندم. لقي واحده في شنطه عربيه سعادتك البويك بيستجوبوها وبيدوها الطريحه اللي هي. محدش يستجوبها غيري. اخفيها يا حد مطلبها منك يا عفيفي، مفهوم؟ تحت امرك يا فندم. عفيفي. نعم يا هاني. تعال، عايزك تلم كل صور عبد الشكور الغندور، كل الصور، وتحرقهم. لا يا هاني، مستحيل يا فندم. انا احرق صور عبد الشكور بيه؟ دي الحاجه يا فندم اللي باقيه من ريحته. احرق صور الراجل اللي خيره مغرقني؟ ده انا لحم اكتافي من خيره يا هانم. كلمه واحده زياده وهرميك في الشارع. لو ما حرقتش الصور ساعتك هترميني في الشارع؟ ايوه هرميك في الشارع. ويضيع مستقبلي؟ ايوه يضيع مستقبلك. عشان الراجل الفقري ده؟ يا راجل حرام عليك. جارد صفيح الجاز وعب كبريت عشان احرق صوره الراجل ده. انا زهقانه،
قرفانة، عايزة اخرج الغل اللي جوايا، عايزة انسى، عايزة افرح، عايزة حاجة تفرحني، عايزة اغني، عايزة ارقص، عايزة حاجة ترقصني. مزيكا. عصعيص النقرية يلا يا نهار مراتي انا ترقص علني. اصبر عليا يا قص. قص مين؟ قص مين؟ قص قصدي يا عبده، بخرج الغل اللي جوايا يا عبده. غل؟ ايوه. هو الغل يخرج بالرأس؟ طبعا يا عبده. مين قال لك الكلام ده؟ طبعا يا عبده صدقني. غل يخ يعني لو واحد وقف في طابوره في الشمس ومغلول يقعد يقول يلا يا ابن حبيبي يلا
قريتي فين ده؟ ايوه يا عبده، الرأس رياضة. مين؟ رياضة. الرأس رياضة طبعا. كنا دخلنا كاس العالم. والله لو الرأس رياضة ما كانش حد غلب. الرأس رياضة. ايوه يا عبده، الرأس رياضة. لياقة بدنية. انت ليه مش عايز تصدقني؟ انا هثبت لك. يلا يا نونو. يا ساتر، ايه ده؟ الله، يا نهار اسود، انت بتهبدي؟ حول الله، يا انا هتجني. انت بتهبديها ازاي؟ ده انت بتهبديها الهبده. افرض اتخلعت ومشيت منك. رياضه يا عبده، رياضه. رياضه ايه؟ ايوه يا عبده، انا برعش برعش يا عبده. متجوز رعاشه؟ مراتي انا ترعش. ايوه مراتي ترعش، وعبد الجبار بيرعش. عبد الجبار؟ عبد الجبار. عبد الجبار مين يا عبد؟ عبد الجبار. عبد الجبار مين؟ اللي بيمشي كده. عبد الجبار. عبد الجبار مين يا عبد؟ انت اسمك ايه يا دلال؟ لا انت بتهزر. اسمك ايه يا دلال؟ انا اسمي دلال الاسيوطي. الاسم التاني بقى؟ قصدك اسم الدلع يا عبدو؟ ايوه. يا حياتي يا عبدو، يا نور عينيا يا عبدو، انا طول عمري بابا كان بيدلعني يقول لي يا دلي. دلي. ماما بقى؟ ماما طول عمرها كانت بتدلعني تقول لي يا بنوتي. بنوتي؟ ايوه. بنوتي ولا يا بطوتي؟ بطوتي؟ جرايه يا بطه. جرايه يا بطه. تيكاوي. 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 جرابة. وانا جاي اشتريت انا بطة وانتي بطة. انت مش طبيعي. زمان. انت عايز دكتور. انا اللي عايز دكتور. بطيتي في العالة ليه شربتهم دواء. امبلا بالا. انت مش طبيعي ابدا. ابتدى يشحر. لا انت مش طبيعي. ده لو شافك هروح في داهية. ده لو شافك. اداري في اي حتة. فين يعني؟ اداري. روح عند البيل اقرع المدير. طب ابعد عني، انت مش طبيعي. اوعى حد يفتح خانون الحبايب. يا رب استرها معانا. كلب. يعود لحد ريحه. بصاد. شوية سندوتشات. بالسلامة حبيبي. طب بقول لك ايه؟ أيوة. عشان ما ننساش. أيوة. عاوزين الاوراق بتاع اولاد عم دعبس. ما احنا هنسرق البنك بعدين، انا مشغول دلوقتي. مشغول بايه؟ مشغول بالبط. بمناسبة البط، مش قابلت بطة بره؟ داخله هنا من 10 دقايق ونازله من عربيه سودا بويك. ايه ده؟ عربيه سودا؟ هي عربيه مراتي. حصل ايه يا دون جوان اصلا؟ انا لما قابلتها لقيت في عينيها الدموع. وعرفت انها اتجوزت واحد بعد عبد الشكور الغندور. مظبوط. قالت لك مين بقى؟ قالت لي اهو كلب ويعدي المرحله. اصلها ما تخبيش عليا، انا حبها الاول، انا اول قشطه. ايه قشطه دي؟ ابسط تربيه. ايه قشطه دي؟ لم يلا حرك اسوي. وديها للكوافير. حاضر. ابراهيم شككني يا ابن الذين. افتكرتني هو. ابراهيم شككني ده زمان. انا دلوقتي شعراوي بيه، مدير عام الاوتيل. في حاجه؟ انا جوه مع المدام. اوعى تسيب المدام. اوعى. ايوه فهمت. انت تعرف ده كمان؟ اعرف ده. ده اسمه الحقيقي ابراهيم شكاكين. انت مالك؟ ايه اللي خلاه بيه؟ ده كان صايع وبتاع كبريهات وبلطجي. ده الوحيد اللي كان بينافسني على حب بط. يا نهار ايه، وانا مدخلها له بايدي. الله الله الله، ده انا اتفرشحت قوي يا جدعان. مالك بتكلم نفسك انا في ايه؟ ده انا اتجننت يا ابني. مالك؟ ده انا اتجننت. يا نهار ايش. افتح الباب. افتح يا قرع الكلب. الله 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 يرحمك بقى، ما عادش ليك عوزه. تعالى يا احد المخلوقات المجهوله. نعم. في واحد هنا في الاوتيل اسمه عبد الستار. عبد الستار بيك السرياوس يا عبد الستار. انا السكيورتي الخاص اللي الهانم حرمه. من فضلك. نعم. هو متجوز مين بالظبط؟ متجوز حرم المرحوم عبد الشكور الغندور. بطة؟ عبد الستار متجوز بطة؟ ولا اقول بيكلم نفسه ليه؟ ما انا من اللي قلته له. ده مش طبيعي. عبد الستار يدخلني اوضه. يا عبد الستار انت فين؟ يا عبد الستار يا استاذ. انا غلطان يا استاذ. ايوه من فضلك
ايه حكايه عبد الستار؟ يا استاذ ده صديق عمري وانا غلطت فيه من غير ما اعرف والله. ايوه يا استاذ، بس انا عايز اعرف ايه حكايته. انا اللي عايز اعرف هو فين عشان اخده في حضني واعتذر له. شغاله مصر اسكندريه. لا ده مش طبيعي ابدا، مش طبيعي والله. ما في حاجه يا صاحبي. صاحبي انت ليك صاحب يا ابني؟ دي حاجات قديمه. وافرض انها قديمه يا ابني؟ طب انا هقول لك، لو دي هتفرق بينا انا مستعد اقتلها. ليه وانا ايدي راحت فين؟ انت بعد الشر على ايديك. طب اقول لك طلقها. اطلقها ويخلى لك الجو انت ولا قرعاني؟ اقص عليك. ما نصل هندي انا. لكن على مين؟ على مين ده بقى؟ هي فين؟ افتح الباب، افتح الباب. يخلال الجو انا والقرعاني، يمكن اصنع الواد ابراهيم سكاكيني. اه والله مش بعيد، جايز ياخدها في ليله فرحها. بس من مين؟ من صديقي صاحبي ده على جثتي. اطلع يا ابراهيم يا سكاكيني. شوفوا لي الاسهام، شوفوا لي المطاف ده كسر المكتب فوق دماغي. اسمع يا ابراهيم. إيه؟ الخيانه لا. خيانه ايه يا ابني؟ الا صاحبي. انا اعرفك. اسمع. إيه؟ يا لا يا انت. يا لا يا انت. يا لا يا انت. وكل حاجه. يا لا يا انا يا انت. الله الله. انت بتقول له يا انا يا انت؟ لا يا اخويا. انت بتقول له يا انا يا انت؟ لا يا اخويا مش حاجه. يا نهار اسود علينا وعلى ايدينا. حاجه يا اخويا. انت بتقول له يا ناي، انتوا بتقسموها على بعض. بتقسم مراتي. هي جاتوه. يا ربي انا اول مره، اول بختي. او تعالى. ايوه يا حاج. انت مش كنت عاوز تسرق البنك؟ عشان الاوراق بتاعه ولعب ودهبس. انا معاك. معايا تبقى طوعي من البدايه للنهايه. قلت ايه؟ نتفق نعمل ايه؟ اقول لك نعمل ايه. يسكت يوم على الحق شيطان اخرس ما بينطقش. ده اللي بيسكت يوم على الحق شيطان اخرس ما بينطقش. ايدي في ايد عبد الجبار، ايده يرجع عبد الصطار. يعني اتفقنا يبقى اتحقنا، والحق دايما يرجع بيدنا. شو التملي والجيب جرون. ايوه طيب لو في حد كشفنا فيلم السر ما بيننا تكون. قولها بسرعة اكون ممنون. قولها بسرعة اكون ممنون. واحد لمون والتاني مجنون. واحد لموني موني 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 مون، تاني مجنون مجنون مجنون. واحد لموني موني 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 مون، تاني مجنون مجنون مجنون. انا خط دفاع، انا قلبي هدوء. ده انا خط دفاع، انا قلبي هدوء. واحنا الاتنين هنشوط في الجول. واحد لمون تاني مجنون. واحد ليمون والتاني التاني التاني مجنون. بنك الشاطئ. احنا دلوقتي انتهينا من تركيب جميع الدوائر التلفزيونية واجهزة الانذار في البنك. معنى كده ان اي حد غريب هيخش البنك اجهزة الانذار هتصفر والابواب هتقفل اوتوماتيكي. ده غير ان الكاميرات موضوعة في اماكن سرية بالبنك بتبين كل اشياء برا البنك وجوه البنك. دلوقتي هنعمل تيست على جميع الكاميرات. اديني كاميرا واحد لو سمحت يا حسن.
كاميرا واحد، غير يا ايمن. كاميرا اتنين يا احمد. عظيم. اديني الخزنة الرئيسية يا حسن. عظيم، كله تمام، الامن مستتب. شيحة اديني اوضة رئيس مجلس الادارة من فضلك. كله تمام. البي شايف شغله مية مية، الراجل بيعرق في الشغل. الله يا سيدي على الطعام. فين يا سلم البنت؟ حد يا ست من وراك، من وراك عندك يا ست. امسك الحرام يا طه. في ايه؟ انت بتجري؟ استنى استنى عندك يا حرامي يا جبان. على كل حال انا شفتك، هجيبك هجيبك. انت متاكد ان شفته يا عم؟ الله يخليك. في ايه؟ الراجل ده سرق فلوس يا مان. لا مش ده اللي سرق، اللي سرق انا شايفه بعناية اللي هياكلها دود لما هرب مني. طب فلوس يا مان. اطمني يا هاني. على كل حال انا شفت اللص وهبلغ اوصافه للشرطه. كمان شفت اوصافه. انا اسفناكم خلاص، مفيش ضمير. ايه انت بتتكلم ليه؟ جوزها؟ مش كويسة، بس أنا ضعيف. طب تعالى هنا لو سمحت. شو يا ضعيف كده؟ يلا يا أنا من النهاردة اتعينت مسؤول الأمن الأول في البنك. ده معناه إيه؟ معناه كبير قوي. معناه إن أي حرامي أو أي لص لازم يعمل حسابه ألف مرة قبل ما رجله تعتب هنا في البنك. ربنا ينتعني وينتعكوا بالسلامة. عادي يا ولية الحياجي. إيه؟ بتغذيني عشان حامل ولا عشان أنا ما اتجوزتش؟ ولا دين. صوم يا حبيب. صوم ولا بصل غوري؟ ما تخلصونا بقى. ربنا موجود يا ناس، حرام عليكم. هتصرفوا لنا المعاش امتى؟ اصبر شويه، الكمبيوتر عطلان. ايوه، وبعدين اتكلمتي معاه؟ وبعدين ايه اللي حصل؟ قبح. قبح ايه؟ بقول لك ايه، لو سمحت والله خلي حد يخلي باله من العجله. عجله؟ ايوه. شوفي انا عايزك كل 3 4 دقايق تديني تليفون. ايوه، عايز كل الناس تعرف ان انا معايا مبلول. نعم. محمول، محمول. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا باشا. صباح الخير. مش ده بنك؟ ايوه يا فندم، بنك الشاطئ. بتأجروا مايوهات وكباين؟ مايوهات يا استاذ، مش الشاطئ حضرتك. بنك بنك. بنك بنك. طب ممكن حضرتك تقول لي انا عايز اقابل الاستاذ ابو العلاطه. مين يا فندم؟ الاستاذ ابو العلاطه هو رئيس قسم في البنك هنا عندنا. هنا؟ ايوه يا اخي، اهو الكارت بتاعه اهو، الاستاذ ابو العلاطه. ابو العلاطه؟ ايوه ابو العلاطه. ابو العيله طه. طه. ابو العيله طه. يا استاذ ابو العلاطه. ابو العيله. ابو العلاطه. ابو العيله. طب فين الكوبري؟ كوبري. معلش. اتفضل يا استاذ من هنا لو سمحت. من هنا؟ اي شكرا. لا فين يا استاذ؟ تعال هنا. مش الاستاذ بيقول لي خش هنا؟ ما اعرفش حاجه. ايه يا استاذ؟ ما بتعرفش تقرا؟ مكتوب على الاوضه سري للغايه. مفيش اسرار عليا، انا في اي بي. يا سيدي الفاضل افهم، الاوضه دي اوضه الاسرار الهامه بالبنك. نسبه الاكسجين اللي فيها بتخلص بعد 10 دقائق، يعني لو دخلها اي مخلوق غريب بعد 5 دقايق يموت مخنوق. ازاي الكلام ده؟ احكي لي. هي مصممه على كده، محدش يقدر يخشها الا المسؤول عن الاسرار دي بنفسه. ليه؟ لانه هو الوحيد اللي معاه مفتاح جهاز تشغيل التكييف والاكسجين. ايوه. طب انا اروح للاستاذ ابو العلاطه منين؟ في الوش سعادتك هتلاقي الساعه قاعد على باب مكتبه. شكرا يا استاذ ابو العلاطه. يا استاذ اي دخل التواليت الحريمي ونهاره مش معدي. مدام عطيات. يا مدام عطيات. مدام عطيات، ما شفتش مدام عطيات؟ يا في المكتب هنا. يا مدام عطيات. مدام عطيات. ايه في ايه؟ حد يخش البنك كده؟ في ايه؟ في مصيبه حصلت يا مدام. مصيبه؟ مصيبه ايه؟ اتكلمي. الست اللي احنا مختفينها في اوضتك هربت. ايه؟ ايوه هربت. هربت ازاي؟ انا مش مكتفاها قدامك بايديا الاثنين دول، يا دوب اروح مشوار ارجع الاقيها هربت. هربت ازاي؟ عنده قابلة سمير، جينا نفتح عليها الباب لقيناها هربت. يا دي المصيبه، يا دي المصيبه. هقول لدلال ايه بس دلوقتي؟ اسمع، عايزاك تلفي عليها مصر شارع شارع، اوعي ترجعي من غيرها، مفهوم؟ دول حاجه على الدنيا في البنك ده. وانت تعالى هنا انت كمان، تسمح تقول لي ايه اللي
الإدارة الهندسية مسؤولة. أنتوا اللي مسؤولين عن أي عطل يحصل في البلد. هي الإدارة الهندسية مسؤولة. شديد سيادة المدير. آه سيادة المدير. طب هوريلك. إيه الزلطة دي اللي في البنك النهاردة؟ بتزعل لي يا طاط يا فندم؟ الكمبيوتر عطلان من أول امبارح. طب ما يعني يعطل إزاي بس يا فندم؟ حسابات العمل، حسابات العملاء ملخبطة قدامنا خالص. طب ما تتلخبط وبعدين نعمل ايه؟ انا اتصلت بطوكيو علشان يبعتوا لنا فنيين متخصصين، لغايه دلوقتي لسه ما ردوش علينا. طب وبعدين بقى يا فندم؟ سيبك منه سيبك منه. طب انا اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اقفل البنك عشان الكمبيوتر عطلان؟ سيادتي المدير. يا تت انا بتعب يا طارق. سيادتي المدير في ايه؟ يا فندم في فاكس وصل من اليابان من ساعتين. يا استاذ اي دخل التواليت الحريمي ونهاره مش معدي. مدام عطيه يا مدام عطيه مدام عطيه ما شفتش مدام عطيه يا في المكتب هنا يا مدام عطيه مدام ايه في ايه حد يخش البنك كده في ايه في مصيبه حصلت يا مدام مصيبه مصيبه ايه اتكلمي الست اللي احنا مختفينها في اوضتك هربت ايه ايوه هربت اه هربت ازاي انا مش مكتفاها قدامك بدايه الاثنين دول يا دوب اروح مشوار ارجع لها هربت هربت ازاي عنده قرن سمير جينا نفتح عليها الباب لقيناها هربت يا دي المصيبه يا دي المصيبه هقول لدلال ايه بس دلوقتي اسمع عايزاك تلفي عليها مصر شارع شارع اوعي ترجعي من غيرها مفهوم اه دول حاجه على الدنيا في البنك ده وانت تعالى هنا انت كمان تسمح تقول لي ايه اللي بيحصل في البنك ده بالظبط الاداره لازم تشوف حل يعني اعمل ايه تعمل ايه جميع اجهزه الهامي مالزل العلمه باشا يا الدلعاجي قال لي يا مجدع يا عترة يا مجدع يا عترة دي بقول لك قال لي يا مجدع يا عترة يا مجدع يا عترة بسألك مين بطة كوي أيوه براهيم سكاكيني صح يخرب بيتك ما تخرب يا أخي يا اسكت اسكت اتنصب عليا هنا في البنك مليون ونص دولار مليون ونص وجبت الفلوس دي كلها منين يا واد من الحته اللي انت بتجيبي منها يا اختي انا حطيت الفلوس من هنا والبنك فلس من هنا فلس لا يفلس ما يفلسش ده مش شغلي وحياه امي ما انا سايباها الست دايل بتاعتكم دي هو انا هسيبها تالها في الديك لوحدها ديك لا ده انا بطه والاجر على الله ديك وبطه بركولي حطيت فلوسي في عشه فراخ بقول لك ايه بينا يا سكاكيني راح اجيب لك حقك على ده الملين والله صح يمكن ما يجيبها الا ستاتها وراك يا قبلتي يلا يا عينيا ورايا وراك يا اسم الله قال يوه ينيلك افتكرتك راجل حطيت عيني عليك الحمد لله ان انا طلعت مش راجل يا دي المصيبه السودا إنه يقول باليابانية 100 فل وعشرة على عيون أمك بهية تاتي تاتي تاني يقول رد التحية تاتي 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 كمان تاتي 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 كمان تاتي 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 ما تطعيني ده بيطير ايه ده انت كسرت وسطه يا عم اليابانيين بيحيوا كده انت مش فاهم حاجه عملت لها يابانيين ليه اغنيها لك اغنيها عرفت ان الكمبيوتر بتاع البنك ده عطلان البنك بعت اليابان عاوز 2 مهندسين من اليابان يصلحوا الكمبيوتر قلت لو انت نخش نصلح الكمبيوتر ايوه بس احنا ما نعرفش في الكربطوط مين قال لك هتصلح مين قال لك هتصلح حاجه امال احنا جايين ليه ده انت اللي جايبني انا اللي جايبك ليه يا نهار اسود عيال عم دعبس الغلابه اللي اتظلموا ورقهم هنا انا مهم انا مهم انت بتعمل ايه لحسن يفتكرونا مش يابانيين هو الياباني يعمل عن لا مؤاخذه انت شكلك مش ياباني انا انت بالبتاع دي عامل زي الجدي ما جدي
تشربي مع اخواتك يا عارجة. انا جدي، انا شكل جدي، انا اسم الله على شكلك، حياة معزة زرايبي. بس حلوب. يعني ايه حلوب؟ مفيش ياباني كده، مفيش ياباني بيعمل ده. طيب ما تكشفش لعلمك بقى. اللي على دماغك دي ما هيش ياباني، دي صيني. يا سلام، اعتبرني ياباني، جمعوه في هونج كونج. انت معايا ولا انا مهن مهابة؟ انا مهن مهابة. انا خرابي اسود ومنيلة بتاع دي، يعني كتمة على رجلي. مش دي اللي كتمة، العدة اللي حاطينها احنا اهي. في مهندسين يشيلوا عدة في صدرهم. امال فين؟ فين الشرط الفسفوسايس؟ فسفوسايس؟ ادم تالا خلاص، كل مهندسين اوروبا بيشيلوا العدة هنا، تلاقي المهندس شايل من الابرة للصاروخ. بص معلش، من الابرة للصاروخ مش حتة خشبة صغيرة، احنا عاوزين الاوراق بتاع اولاد عم تعبس عشان نمشي ورايا. يلا بسم الله. ايه ده ببرود، فردوها بحرارة. حسيت ايمية موشي موشي يعني فوشي. هو بيقول ايه بس؟ انه يقول هشة هشة انت شبه المقاشة. لا ده كتير قوي. معلش يا فندم، يصلحوا لنا الكمبيوتر وبعدين يغوروا. يغوروا؟ سباكي كباكي وشك شبه عفاكي. يغور انه يسال عن معنى كلمه يغور. افهمته ان كلمه يغور غير موجوده بالقاموس الجابانيز. كلمه يغور كلمه لا يقولها الا اولاد الشوارع وعليهم. عيبك كده يا فندم. معلش معلش، صلحت البيت. الف مبروك يا فندم، الخبر اليابانيين وصلهم. هم وصلوا. اي يا فندم، طالعين وراها على السلم. ايه طالعين وراك على السلم؟ ايوه. امال دول يبقوا مين؟ تاتي تاتي تخرب بيوتاتي. ما هي دي شورت امك. دخلهم بسرعه بعدين نشوف ايه حكايه دول. حاضر يا يا نهار اسود اليابانيين. تعال هنا، انت رايح فين؟ انا اقيس المسافه. هاتهم يا حرف، هاتهم. اتفضلوا. ماركو مش هيعدي على خير. اليابانيين دول كمان بيقولوا ان هما جابانيز. جابانيز؟ هلو، اي ام مستر هوتشينو. اي ام كابوتشينو. نعم كابوتشينو. اند يو؟ ريفينو. ياهو سرياهو، ياهو سرياهو، ياهو سرياهو نيوينو.
نمين هو؟ نمين هو؟ ماذا أنت ترى نحن من؟ نو نو جبانيس نو جبانيس نو جبانيس نو جبانيس الله الله نو جبانيس إحنا نو جبانيس اسود الكلب ده جبانيس يمكن ياباني محروق ده شبه عبدة الشيطان نو جبانيس نو جبانيس بيزعقوا ليه؟ لا 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 احنا كشفنا ان دول مش جابانيز دول حنفي اوبر يا باشا تعال اوبر انت مش متاكد انك شفت الباسبورتات بتاعتهم حصل يا باشا قول له قول له ايوه الجماعه دول انا جايبهم من المطار دول يابانيين انا لا. مش فاكر كويس لا مش جابانيز لا يابانيز انت شفت الباسبور بتاعهم شفت الباسبور بتاعهم اتاكدت من الباسبورات اتاكدت شفت وشه وظهره شفت وشه وظهره شفت وشه شفت وشه وظهره وظهره انت شفت الظهر ده الظهر والوش والوش اتاكد ظهره ظهره ووشه ووشه انا عاوز اعرف ايوه وش وش ولا ظهر وظهر يعني مش وش وظهر ظهر يعني انت شفت الباسبورين الاثنين ده وده ده وده يا ساتر يا ساتر الحمد لله الحمد لله شفت باسبوره ايوه تعال شوف باسبور انا بقى تعال دي باسبور ايوه دبلوماسي ايوه دبلوماسي ايوه لا ليه وشه ايوه ولا ظهره يا باشا دول مش يابانيين دول نصابين يا باشا ولا حركة ايه يا ابن والدي ايه ده يا ابن والدي ايه انا مهين انا مهني مهني زنقت امي ماذا هو اخطأ ازاي ما هذا ازاي ما هذا ازاي ايه لماذا انت غضبا ازاي يا استاذ ياباني ويتكلم عربي يقول يا ابن والدي يجوز لا يجوز يجوز صحيح والده كان جابانيز ايوه انما كان ياتي الى مصر كثيرا اول ما جاء الى مصر جاء مع الحمله الفرنسيه اول ما جاء الى الحمله مع الحمله الفرنسيه الحمله ولدت الفرنسية زعلت طبعا جابوا دلسيبس قالوا اين هو قلت لهم هم يا عمونا يا ناس يا ناس جينا ننقذ كمبيوتر عشنا في اليابان بس مولودين في مصر وادي العدة اهي العدة وعمر الحد وعلى البيت ديناميت ايه ده فاكرين ان احنا ارهابيين ارهابيين والله ارهابيين ارهابيين يعني ايه قالوا ضرب الاعور على عينه قالوا خسرانه خسرانه هتعمل ايه كمل ورايا ابوس ودنك احبل احبل هتعمل ايه حركه فكر الديناميت News. I am Peter Sissons, one of the news reporters in the Middle East, standing now in Cairo itself, in front of one of the main street banks, where, during the recent history, one of the forced armed robberies occurred about half an hour ago.
سلموا نفسكم، المكان محاصر من كل مطلوب منكم المحافظة على أرواح كل الموجودين في البلد. ما تحاولوش تلعبوا بالنار، إذا كان في ديناميت حاولوا تبطلوا مفعول فورا. إحنا فاهمين كل حاجة وعارفين كل حاجة. قدامكم نص ساعة وإلا حنس بالبنك عليكم وارتاح منكم. فات خمس دقايق. حاصر البنك ده ناويين يدمروه. بقول لك ايه، ما تسيبش ركن. بس خلطونا خلطونا تونا، سندوتش تونا والنبي. ده وقت تونا، البوليس محاصر البنك بره. يا ساتر على منظر وشك، ده عامل زي الجزمه الواحد نسيها في الشمس. ده ارهابيه. هيتفوا البنك، هيتفوا البنك، هيتفوا. بعدين بقى في جرائيه مع صعاصه، جرائيه يا اي حركه هفجر الديناميت. وانا اي حركه اي حركه هفرق البراغيث. كل فلوس البنك، كل فلوس البنك، كل خزائن البنك، كل فلوس البنك وخزائن البنك، بس تسيبونا نروح. لا ايه ده، كل فلوس البنك ما عدا فلوسي انا. تمي انا شفتك. مليون ونص دولار انا عايزهم منك. أنا لا مش عايزهم منك انت. أيه. لا انت باين عليك قوي. انا عايزهم منك انت. فلوسي فلوسي. يا ساتر، شبه الخنفسه المطلقه جديد. دول فلوسه؟ فلوس مين؟ فلوس مين؟ محدش هيخرج من دول. بالنسبة لنا رهائن. أيوة، أنتوا بالنسبة لنا بهايم. رهائن رهائن. أيوة أمريكان، أيوة أمريكان، أيوة ولد واوت. ناو 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 ناو. شوف اللي بتناونه ودي عاوزة إيه. بعدين بعدين تلت ساعة وهنقتحم البنك. هنقتحم. هيقتحموا البنك. ازاي يسيبوا البنك وانا فيه؟ قول لهم ان انا امي ماتت. انت مستعصبني. طب ايه رايك بقى، هم هينسفوا البنك عشان انت فيه؟ وبعدين وبعدين انا حق ايه ده؟ يا نهار اسود، الناس بتقع من غير رصاص. الناس بتموت من غير رصاص. كان يوم اسود يوم ما شفتك. كان يوم عشر سنين عايش زي الفل. عشر سنين مفيش بني. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ايه ده، في ست كده؟ سبحانك، ويخلق ما لا تعلمون. يا رب دفعت خندقين هنا قال عشان تبقى حلوة. حلوة انت بتموت. يا لا احنا ما صدقنا انها ماتت. بتموت. اعمل ان انت بتعالجها واخنقها وخلص. اخنق مين؟ اخنق مين؟ حرام عليك. كان نهار اسود، دي بتفرهط. دي بتفرهط. دكتور يا ناس، يا ناس دكتور. يا دكتور محتاجة ايه نجيب يا زد؟ محتاجة حد يبوس. مين يا سي؟ يبوس الهانم. الولية دي تنباس؟ دي تنباس، دي تنداس. يا أخي مش يبوسها يعني يبوسها، دي محتاجة قبلة الحياة. يعني عشان هي تعيش نموت كلنا. يا ناس انقذوها، حرام عليكم. روح 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 انقذيها انت. تعالي قبلة الحياة، قبلة الحياة. اشفطي وانفخي هنا. أنا؟ بوسة. بوسة. لا طبعا ما اقدرش. ينوبك سواء. ما اقدرش. ليه؟ لحظة انت عاديني. تعاديني؟ تكني لو انت شبه المسمار المتني. يا رب الولية قرفانة تبوس الولية. امال احنا هنعمل ايه؟ ده عاملة زي يا نهار اسود. قطعت النفس. اي راجل شهم.
اي بني ادم عنده نخوه يا ناس حرام عليك V.I.B. بوسه جدع. اولا انا ما اقدرش ابوسها لسببين. أيه. اول حاجه انا امي ماتت. تاني حاجه انا V.I.B. وهي W.C. اضحك كده. يودي زم الله يودي زم الله سنانه عاملة زي الكلاب الصغيرة. يا ناس حرام عليكم بني آدم قاعد انت حاطط كام في البنك؟ مين؟ انت. انا 1.5 مليون. تاخدهم وتبوس الولية دي؟ بتتكلم جد؟ وينوبك شواب؟ ده انا بوسها هي وقالا واللي تشدد لها فلوسي هترجع ببوسة. حلال عليك. احمدك يا رب. الله اكبر. فلوسي رجعت. الله اكبر. احمدك يا رب. مبروك. 1.5 مليون. الحمد لله. احمدك يا رب. احمدك يا رب. مش عايز فلوس. يا ناس خلي في قلوبنا رحمة. بني بقى دي لو حلوة ما كناش وقفنا طابور. ما كنا خلاص يعني عشان مضروبة اعتبروها مخلل. ما احنا بنحدق برضو خيارة. عابدو ينوبك سواء بتموت. بوسه بوسه وتمطمط بمية نار. هي البوسه طبيعية يعني بوسة الحياة قبلة الحياة. عشان خاطري عشان خاطري انا اخوك برضه تتخلى عن صديقك ترميني في التهلوكة. الوداع افتكر ان انت زحيتني في حفرة. معلش. ايه ده؟ اعوذ بك من الخبث والخبائث. ان كنت من الجن فانصرف. انا مؤمن. انا احرقك. ده جن كافر. انا اعرف ان الجن بيجي على هيئه اي حاجه ودي جايالي على هيئه شبشب. شبشب. اللهم اني لا اسالك رد القضاء ولكن اسالك اللطف فيه يا رب. تعال يا ست تعال. مالي يا رب إن كان ده تخليص ذنوب مني أنا موافق. إيه في إيه؟ تالت وقفة عدل. مين اللي قلبها؟ قلب مين؟ فين بقاها؟ يا ابني أهو قدامك. ده مش بقاها. أمال إيه ده؟ ده صرصور ودناها. صرصور؟ أوعى تفتكر ده روز. أمال إيه ده؟ دي التهابات. يا رب على قد نيتي اديني. يا رب لو نيتي سليمة اديني. يلا بوس بقى. طيب الحمد لله ربنا حلها في وشي. ربنا حلها في وشي. يا ابني مش دي. أيوه. اللي تحت. لا ده الكلب بتاعها. وبعدين البوليس واقف بره. حاضر. البوليس بره عايزين حل. يا ناس بس. يا ناس عايزين حل بس. إيه؟ انا جات لي فكره. ايه الفكره دي؟ جات لي فكره. ايه الفكره جات لك؟ إيه تاني هتعمل لي ده تاني؟ سيدنا الافندي.
نعم. سيدنا الافندي. نعم. في واحده في الطريق بتقول ابعت لي الافندي اللي هناك ده. عايزاني انا؟ ايوه. اذا فقد احسنت الاختيار. تعالي تعالي في حضن حبيبك الاستاذ هيثم. هيثم؟ يا ساتر، ايه ده؟ حرام عليكم، مين اللي طفى النور؟ حاسب يا استاذ. شكرا يا انسة. يا عم انا مش انسة، انا راجل مدام. يا ناس خلاص، الرحمة سالت من وراكم. رحمة؟ هو جابنا هنا غير الرحمة؟ وجبنا هنا غير الناس اتظلمت؟ جايين نسرق ورقها، كان يوم اسود عشان يا نهار اسود. قطعت النفس، قطعت النفس. بليز اونلي وان كيس، جاست اشفوتيها، انفخها اشفوتيها. يلا نو جبانيز، نو جبانيز. اجيب لك جبانيز؟ انا اللي هضحي. هتذبح؟ ايه اذبح؟ ايه اذبح دي؟ هيضحي. هضحي اعمل ايه؟ يا اخوانا، الراجل ده راجل جدع، خرج من بيته على لحم بطنه قاصد كريم. الراجل ده يا اخوانا عاوز يعمل خير، لقى في طريقه مصيبه عرضها على البشر، رفض البشر. الراجل ده يا اخوانا من طيبه قلبه ما لقاش حد يحبه. الراجل ده يا اخوانا هيرمي نفسه في حضن حية سقفة لاجل الحبيب المصطفى. أربعة يبنجوني، ثلاثة يكتفوني، واثنين يكمموني، واحد يبوس الولية دي. يا رب يا رب، عشت طاهر شريف مستني حلالك، عشت طاهر ما لمستش واحدة في حق، أصوم أصوم وأفطر على بصلة. يا ربي ده أنت الكريم، أنت الكريم يا كريم، أنت الكريم. هو البص منين يا له؟ استنى لما تتاوب حط صباعك. انت من الاحرار يا علي. مين علي؟ مين اجيبها لك تبوسك يا ابني؟ مين علي؟ انا موهب نفسي للي وهبني الحياه، وانا هسحب منك الحياه. عم البوليس واقف عايز يديني الاوراق بتاع اولاد عم دي. يا فين الاوراق؟ دور من هناك ولا دور هنا؟ لو اتزنقنا واحد لمون والتاني مجنون. اسمع انت، هو اقف هنا، اسمع تعالى بت وطلع. شالي هنا مديرة العلاقات العامة. في اوراق سرية وحاجات سرية بيحطوها فين؟ في الشؤون القانونية. فين؟ تاني مكتب على ايدك الشمال. بس اي حركة لها، اي غدر لها. انت بجا، انت بجا، انت بجا. باقي من الزمن ربع ساعة. ربع ساعة؟ ربع ساعة الله يخليك، الله يخليك ربع ساعة. انا بقول لك ايه، انا موافق الدنيا تتدمر، انما بوسك تاني لا بلاش. يا ناس حرام عليكم اللي بتعملوه فينا، الخوف اللي فيكم ده. انا انتوا خايفين من ايه؟ خايفين منكم. من مين؟ منكم انتم. احنا انتم ارهابيين. ارهابيين؟ ارهابيين وحشين. احنا ارهابيين؟ احنا اغلب من الغلب، والله اغلب من الغلب اللي في الدق. ارهابيين. حرام عليكم، اعملوا معروف. ده اسمه كلام؟ ده اسمه كلام يا اخويا؟ ايه انا ضاع مني لحد دلوقتي ست حصص حرب؟ يعني ست حصص؟ يعني 600 جنيه. يا 600 جنيه؟ ايوه 600 جنيه. البي مدرس الاستاذ عبد الواحد هندسي جاب، مدرس رياضيات. عبد الواحد هندسي؟ ابوك اسمه هندسي؟ ايوه، العيله كلها مثلثات.
أول مرة أشوف مدرس في بنك. على أيامنا كانوا يعملوا جمعية يستبدل معاش، النهاردة المدرسين الله أكبر مناشير. يخش الحصة حافظ خمس حاجات: قيام، تعظيم، سلام، جلوس، افتح صفحة 1 ل100 واقرأ، هات شاي. ما هو لو شرح العيال هتفهم، لو العيال فهمت قال لك بكامل مجموعة، قال لك 80، قال لك الادوي 90، قال لك الاتريا 100. الواد اللي يقعد قدام يدفع اكتر من اللي في النص، اللي في النص يدفع اكتر من اللي تقولش العيال في مسرح. زمان كنا بنقول لهم قفل المعلم، والله كنا بنقول قفل المعلم وفيه التبجيلة، كاد المعلم ان يكون رسولا. ارحموا ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. يا امريكان يا امريكان اي وونت جو اوت ناو 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 ناو. مش معقول كده، ده مفيش حته الواحد يخرج منها. إيه اروح فين؟ تعالي يا اختي تعالي. إيه يا الله، انت بتشتغلي ايه يا ستي؟ انا فنانه. ترسمي؟ لا. تغني؟ لا. تمثلي؟ لا. امال بتفني ايه يا ستي؟ انا بشتغل رقاصه. رقاصه؟ اه. هدي لوحدها ارهاب، والله الهزه الواحده بتفجر راجل. كده دولارات، كده دينارات. طب هات النقطة اهي، كده دولار. يا عين كده دين. شوفي على طول. بقول لك ايه؟ انا مستعجلة ولازم امشي دلوقتي حالا. هتمشي فين؟ ده البوليه رايحة فين؟ عندي فرح واحد عربي. مين؟ فرح واحد عربي. الله مرحبا، طال عمرك، والله ما قصرتي، والله ما قصرت. بكم النقطة دلوقتي؟ بالريال ولا بالدمار ولا بالين ولا بالدرخمة؟ بكم؟ بكل دول. بكم الهزة؟ بكل اللي انت قلت عليهم دول. ما تجيبي هزة اذا انا زي اخوكي، اديني الله اهدى. عادي بقى، عادي رؤوسي لغاية لما نتهز كلنا. ليه؟ هيفجروا قنبلة. يمي انفدي بعمري. انا مش عايزة اموت. مش عايزة اموت. أيوة. مش عايزة اموت. مش عايزة اموت. تعالي هنا يا ست، انت رايحة فين؟ الحقوا الست دي، الحقوها، لو دخلت الاوضة هتموت، الاوضة ما فيهاش اكسجين. اكسجين؟ زمن 10 دقايق. في اليوم لان فين مدير البنك؟ انا مدير البنك. مفتاح الخزنة الكبيرة فين؟ معاي. حط الناس دي وقفل الخزنة. يلا انتوا هتقعدوا تكربسونا، اتفضلوا. يلا 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 اخويا. بقول لك ايه؟ نعم. لو دخلت معايا وما الاقي فلوسي 1.5 مليون دولار ان شاء الله. يلا يا ابني قدامي. ما اقدرش اروح معاك. ليه؟ انا امي ماتت. وبعدين يا ممل، وبعدين يا شيخ هيثم. نعم. متع نظرك بالفلوس. ده انا شماعه على بعد فدان. يا رب يا رب تممها على خير. بس وبعدين اعمل ايه؟ لقيت حاجه انت؟ ولا انا. معلش بس احنا هنهدى كده، احنا قلقانين دلوقتي، احنا مضطربين. هو النهارده ايه؟ خميس. خلاص القضيه يوم السبت. لسه هننام هنا اليوم السبت. مش هنلحق ننام، ده انا سامع خبر مؤلم. خبر ايه؟ بيقولوا 10 دقايق وهينصفوا البنك. محدش هينصف حاجه يا حمار. ارواح بريئه واجانب. اخ لو اعرف بيخططوا لايه بره. ازاي بس؟ مفيش راديو هنا ولا تلفزيون. يا سيدي احنا في بنك. دوس على اي زرار. الزرار هيجيب لنا حاجه، يمكن تطلع راديو. هنا اللي كنت شايف يجي 100 زرار. قول بسم الله. ويلا اه. يا رب اه. يا رب اه. الله يخلي. انت بتنقي الانذار. لا بتسنتر. لا ده مش انذار. امال ايه؟ ده مجموعه كلاب. يا عم اختار زرار عادي. حاضر يلا اه. انت فين يا جهاد؟ مين جهاد دي؟ وحي كل جامعة الدول وكل الرؤساء يا عم. وكل يا عم الله يرضى عليك. الرؤساء الله يرضى عليك يا عم. احنا مالنا يا عم؟ في ايه؟ دول ناس فاهمين شغلهم. انت هتعمل لي سياسي؟ ده منظر سياسي؟ الله، ده حاجة غريبة قوي. احنا بنضحك هنا وخلاص يا عم. الله يرضى عليك. الله، ده كان يوم اسود يوم ما اشتغلت معاك يا اخي. ده عاوز يسجني. الله، ده حاجة غريبة والله. صحيح عاوز يوديني السجن ولا ايه؟ عمال يتكلم في السياسة بس. احنا ما انت الظاهر خارجتك من هنا النهارده. واحدة قايمة قايمة وهتطلع على عجلة نايمة نايمة. اي 5 دقايق ويجي لك التليفون اياه. الو استاذ سيد؟
عاوزينك شوية. يلا هناك بقى، يلا روح بقى هناك، روح بقى. ما تخافش يا أنا. ما تخافش. لو حصل أي حاجة وقبضوا علي هقول لهم بصراحة أمبربرة. أيوة الحصل. هو ده اللي ماشي، هو ده اللي ماشي. قالت كويس إن مفيش منك عشرة. كويس. بتخر جبن. معلش اخر جبن احسن ما اخر حلاوه. ما تخافش يا انا. ياد ربنا كبير. والله ما تخاف من اي حق، ولو حصل انا هقف اقول لهم بصراحه. انت اللي قايل يقول الكلام ده. يا انا عامل حسابي ومبلغ عن امك قبل الروايه. ده حاجة غريبة والله. قبل الرواية. معلش. معلش بنعيش مرة واحدة يا نادل. يا ولا. والله بنعيش مرة واحدة. ايه يا ولا. خليها حلقة في ودنك. يا سلام. إن قلت ما تخاف. أيوة. وإن خفت ما تقول. يا عيني. إن قلت ما تخاف. علي أنا الكلام ده. يا ده يا ده. لا. أنت بتعمل كده ليه؟ وبعد الناس دي أنت تضحك عليهم هم غلابة. قال لي ان قلت ما تخاف وان خفت ما تقول. تضحك عليهم انما انا اتقرع عليا. انا اللي بعد المسرحيه ما تخلص نجم. شوف في حد بره، شوف في حد بره، شوف حد بره. انا بقول لك شوف حد بره. رد بقى. شوف حد بره. شوف حد. رد يا حاجة. جس النبض يا انا. ان خفت معي وانا. جس النبض خليه على الله. انا اللي جس النبض. ربنا معانا. وانت عامل جفارة هنا. ربنا معانا. انا يا عم انا بالي بالشغلانة دي. جس النبض. انا مالي انا مالي ومال التليفون. قول الو بصراحة بس قول الو. انا ماليش دعوة بالناس دي. قول الو. يا رب. يا رب يا رب. لا إيه؟ ما اقدرش اقول الو والسلك عامل كده. ايه ايه دخل السلك تطلع لو 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 يا ابني قول الو. حاضر حاضر. الو. احنا عارفين كل حاجه وفاهمين كل حاجه. اهو بيقول لك احنا عارفين كل حاجه وفاهمين كل حاجه. اقطع دراعي. بوليس. لا دول مش بوليس. احساسي بيقول دول شرطة. شرطة. يا نهار اسود. ولا ايوه غير صوتك. بيسجلوا خلي بالك. طيب غير ده. الو انا رسالة. لا مش الصوت ده. امال ايه صوتك الحقيقي؟ الهون شفيق يا راجل. يا راجل حددت معاك النهارده. خدوا على حجرك. خدوا على حجرك. هيرضى. ومين؟ تعالى على حجري. انزل على حجري. انزل يا ولا. انزل يا ولا. تعالى يا ولا. انزل يا ولا. تعالى يا ولا. انزل يا ولا. وقف يا ولا. يا ابني معنى الكلام مش كده يخرب بيت. معنى الكلام اشتري ما تبيعش. اشتري ما تبيعش. على كام؟ احنا بنشتري ما بنبيعش. يا ابن البوليس بيبيع جنح وجنايات. ايه؟ اشتري جنح وجنايات. بس خلاص اسكت. انا فهمت. لو سمحت الاقي عندك امناء شرطه. ايه ازاي؟ هو انا اول مره اخد من عندك. طيب ابعت اتنين عساكر عشان الشطرنج فاضي. اما لو انا انا هضيع ابوس ايدك. سيبيلك. الو عمبر بارا. كم واحد في العمليه؟ بيقول لك انتوا كم واحد على الطبليه؟ توهوا توهوا. قولوا 13. 13. 13. الو كم واحد تقريبا في البنك؟ بيقول كم واحد قريبك في البنك؟ قولوا العدد في الجهمون. قاعدين في الزيتون. العدد في الجهمون. الو في
فيهم أرانب؟ دول لك فيهم أرانب؟ عندنا أرانب. أنتوا عندكوا ملوخية؟ يا ابني قول له في اجانب، قول ورايا. انا بلبوغ. قول. اربعه امريكان، اربعه بيدنجان، ثلاثه سيريلانكا، سوية سيراميكا، اربعه بوركينا فاسو، اربعه اف، اربعه جم عندنا اف. يا ابني قول ورايا. ما لما قلت وراك طلعت ريحتها وحشه. أربعة باكستان، قطعوا لها الفستان. ثلاثة صعيدة، ثلاثة مع هويدة. ده مش بنك، ده خرابة. أربعة من المغرب، أربعة من الصبح بدري. ثلاثة سيلان، ثلاثة مع سيد زيان. اشخط فيه كله. ايه؟ اشخط فيه وكله. اعمل ايه؟ اشخط فيه وكله. ما انا خايف. ليه؟ خايف اكله ما لقاهوش اشخط فيه. يا ابن كله واشخط فيه. يعني لو شخطت فيه مش جايز يجري ماكلوش. يا ابن كله واشخط فيه، كله. انا عندي فكره. انا اكل نصه واشخط في نصه. يا ابن خليك معايا الراجل على الخط. طيب لو انا شخطت فيه اعمل ايه؟ كله. انت دقته؟ يا ابن خلص. انا حاضر. خلص على التليفون. الو. قلت اهله يا ابني. مش كده يا ابني. اسكت اهو. اسمع. ايوه. انت سامعني؟ ايوه انا سامع. انا مش سامعك. بنقصر في الكلام. الو. لو ليكوا طلبات قولوا خلصوني. فتحوا القهوه. فين القهوه؟ تطلب ايه؟ عاوزين تطلب؟ نطلب شحلب. شحلب؟ نجيب شحلب. تاكل حاجه حلوه. شنافه. ايه الشنافة؟ حتة شنافة، صينية شنافة. كنافة يعني؟ قطايط. قطايط؟ أنا هاكل قطايط على شنافة. شنافة وقطايط. عندك شنافة؟ ألو. إحنا مستعدين نلبي كل طلباتكم. هنلبي. هنحج. هنحج. نحج. هنلبي ونحج. إحنا؟ ربنا تابع لينا. هنلبي ونحيك. هنلبي ونحيك. عارف البوليس لو حججك هيوديك فين؟ هتلف ابو زحمه. لا هنلبي. هنلبي. بيقولوا هنلبي ونحيك. احنا نلبي. الو. يا اخي بص، بعد كده مالكوش اي حج. لو ما حجيناش دلوقتي مالناش حجه. انا هعمل اجنبي. هما بيقولوا الحقيقة للأجانب. بليز. بليز. من فضلك. لو سمحت. سؤاز صغير. هنسافر عن طريق البحر ولا المطاز؟ مطاز. المطاز. ألو. يا ابني مطاز. إيه طلباتكم؟ إيه طلباتنا؟ ده باين على الناصية. توهوا. اعمل ايه؟ قول له احنا بتوع الشبابيه. احنا بتوع الشنافه. الشبابيه. الشبابيه اللي طالع لي. مين هم؟ المطربين الجداد. مين هم؟ وليس توفيز. ها؟ سميره سعيز. الاقي حاجه عندك للظيطه؟ لظيطه؟ ده ظابط. ها؟ ده ظابط. ظابط؟ اسمع حاجه للواء محمد عبد الوهاب. اسمع علينا. الو. اديني المعارف. ها؟ اديني المعارف. والله ما معايا حاجه. ده بينه حرامي. بيقول اديني اللي معاه. انت مين انا؟ اديني اللي جنبك. اديني اللي جنبك. بنعملك على يميني سراطين. قلنا قبل القيلوله قلت القاتل مقابل بقاع القبليه قدم القتل يقضي العطر. حياك الله. قبل القيلولة قلت القاتل المقابل بالقاع القبلية قدام القرطاشة يقضي العطر. حياك الله. حياك الله. حياك الله. حياك الله. خدك الله. حيضيع على أمورنا باشا. أنت اسمك إيه؟ أنا اسمي توهوا. اسمي عبد الجبار. روح المطاز. اقصى عليك. تفضل.
انا اجنازي. ايه اجنازي؟ انا غريز مش من هذا. قصر قصر. ها؟ قصر. ايه الموضوز؟ قصر. يا سيدي احتيزي. الوز. اقفل. اعمل ايه؟ اقفل بقى. حاضر. لحظة. ايه؟ الو؟ ايوه. حسيت بيا لما قفلت. انت بتقول لي مين؟ انت بتقول لي مين؟ حرام عليك. معلش عشان خاطري. يا رب سيبك. بقول لك ايه؟ ايه؟ انت دور هنا وانا ادور هنا. على الورق. وانتهنا. واحد ليمون. والتاني مجنون. يا رب. يا مسهل يا رب. يا مسهل يا رب. يا مسهل يا رب. ايه ده؟ ايه ده؟ مفيش أي درج فيه أوراق. أي درج يا عالم. أي حاجة. ايه ده؟ سر للغاية؟ هيا هيا حبيبة قلبي. يا مسهل يا رب. ايه ده؟ باب اتقفل اوتوماتيك ليه كده؟ يا ساتر، ده جو خنقة. ومين دي؟ انت يا ست؟ الله، دي بطة مغمى عليها ليه كده؟ هو الجو وحش قوي، مفيش اكسجين، كله ثاني اكسيد الكرتون. الحان يا عبد الستار، هموت يا عبد الستار. انت فين؟ انا انا هنا. هنا فين؟ انا سامع صوتك. ايه ده؟ انت اتنشونت امتى؟ ده مش صوتي. امال صوت مين ده؟ صوت بطه. بطه مراتي. هي فين؟ جنب مني. جنب مني. اخلع. على الحقني. الحقك فين؟ هموت. هتموت زي ايه ده؟ الله. انت واقفه هنا وبتتنهدي هنا؟ انت شغاله بالريموت كنترولز يا هاني؟ ايه اللي جابك هنا يا عبد؟ ايه يا بطه؟ بطه؟ ايه؟ تعرفت بطه منين انت كمان؟ عبد الجبار. عبد الجبار مين؟ اللي كان مقرطس جوزك الله يرحمه ليل نهار. هاني يا ستار، هموت انا وبطه. بطه هي يا ابني جنبي، هي البلد اتملت بط. الحقونا يا ناس. في حد في الاوضه؟ صاحبي ازاي؟ ده هيموت. يموت ازاي؟ الاوضه ما فيهاش اكسجين. ده انا اكسر الحيطان. ما ينفعش. المفتاح مع المدير. هموت. ده انا حاطه في الخزنه. المفتاح؟ لا، المدير. اتسرب بسرعه. هجيب المفتاح. ما تخافش انا. هموت. ما تخافش. هموت. خد نفس. مفيش شيشه. بقول لك خد نفس. مفيش شيشه. الحمد لله. هموت يا اخوانا. الحمد لله. ايه ده؟ طلعوا بطه. يظهر ان في حد تاني في الاوضه. في ايه في الاوضه دي؟ بطه مرات عبد الشكور الغندور. مكان بطه. الله. تعالي. واحده غيري كانت سابتك تموتي ترزعي. بطتي يا بطيتيني في العالم. ايوه. معلقه صور وتماثيل وانت واخده سفين ابن كلب. للاسف اكتشفت خيانته يوم ما اتجوزتك. زي ما اكتشفت خيانتك دلوقتي. يا مجرم يا ارهابي. ارهابي؟ ايوه ارهابي. قول لها احنا جاي ليه. انا جاي ليه؟ قول لها. قول لها يا ست احنا مش ارهابيين. اما تسمعوا عاملتكم السودا دي ان شاء الله. مفيش وقت للاسئله، عاوزين الورق. ابص ايديكم. ورق؟ الورق بتاع ولد عم داني. عارفه الورق بتاع البنك كله؟ عارفه الورق طبعا. طلعي كل الورق. كل الورق اجيبهولك. مفيش ورقه. تعالى. والله زمان يا بطه بطوطه مبطبط يا حلو انت. زمان اهو بتاعي يا عبد الجبار، بقى عامله لي الهيصه الكدابه دي كلها علشان شويه ورق. كاتكو خيبه، سايبين لي الفلوس اللي في البنك وبتدوري لي على شويه ورق. كاتكو نيل، انا عايزه الفلوس. الفلوس يا ست. فلوس احنا مش حراميه. مش حراميه؟ امال كنت في البنك بتعملوا ايه؟ بتلعبوا استغمايه ولا 10 كوتشينا؟ انا بقى رايحه ادور على الفلوس. رايحه امن مستقبلي. ما هي الدنيا دي من غير فلوس ما تبقاش دنيا، والناس دول من غير فلوس ما يبقوش ناس. كل حاجه الفلوس. هي الفلوس. الفلوس الفلوس الفلوس. البني ادم ده من غير فلوس ما يبقاش بني ادم. كله الفلوس. لا تعمليها مسلسل فلوس. بخلص. هي الفلوس. الفلوس. وانت شبه القرش المصدي. فلوس ايه؟ الناس اتهملت بالفلوس. الدنيا بقت فلوس. يلا بسرعه مفيش وقت. 10 دقايق العمليه هتتم. طب هنقول ايه للبوليس اللي بره؟ هنقول له ان احنا سهلنا المجرمين وهربنا. هربتوا فين؟ هربتوا فين؟ واحد ليمون.
يعني مجنون. امسك ده، تعالى هنا، تعالى هنا. انت مين انا؟ تضرب صاحبي ليه انا؟ لازم نخرج حالا من البنك. انت في ايه في البنك؟ في قنبله هتقرا بعد شويه. قنبله؟ ايوه. إرهابيين فعلا في البنك؟ ايوه. فين زمايلك؟ زميلي جاله قنبله بتجري وراه. هتفرقع امتى القنبله؟ هتفرقع بعد 8 دقايق. كم؟ 8 دقايق. 8 دقايق. 8 عبد الجبار. تعال تعال، ده انا هخنقك خنقه. تعال تعال، جاهز الاوضه اهي. خش خش، شم ريحه عيلتكو اهو. قفلت عليك بالمفتاح عشان ما يبقاش لك حجه، والمفتاح اهو يا جزمه. ولا شفت زميله؟ شفت زميل الارهابي ماشي؟ نعم زميل الارهابي. خلاص حطيته في الاوضه اللي بتموت، قفلت المفتاح ورميت المفتاح يا جزمه. نهارك اسود، هو الوحيد اللي عارف مكان القنبله فين؟ حبيب قلبي يخرب اسود عليك. اجيب لك هوا. القنبله فين؟ ايوه هقول. الصوره دي لقيتها في مكتب الشؤون القانونيه. احنا ما بندورش على الشن، احنا بندور على القنبله. فين القنبله؟ هساله هساله. بص مش عاوزين استعجال، لا نضيع كلنا. فكر معايا. بص انت واحد مننا، لو غلبت اسكت. عاوز ايه مني؟ القنبله قول له فين؟ بص القنبله ايوه فين؟ هيعمل لي كده. هات يا سيدي. يعني ايه؟ هتكسر ولا هدش دماغك؟ ايدك قنبله فين؟ ايدك. الواد بيقول لي في ايدي. الواد بيقول لي في ايدي. الغبي بيقول ايه ده؟ ايه ده؟ قول لصالح طلع الناس بسرعه. راح اخرج الناس بسرعه. طلع الناس بسرعه من الخزنه. استر يا رب، استر يا رب، استر يا رب. هنضيع ولا؟ ايوه. قول للناس دي اللي هيتكلم المكان هينفجر. بس ولا كلمه. اسمع طيب، قول له نبتل مفعولها ازاي. نبتل مفعولها ازاي؟ افتح الشنطه. بيقول لك افتح الشنطه هتنفجر فينا. لا ما هو معانا يا اخي. ايوه صح. خد عازل. صح حالك يا رب يا كريم. يا مسهل يا رب يا كريم. يا مسهل يا رب. راس السنه. راس السنه. ايه ده؟ يا نهار اسود اهي. انا اوعى اوعى ابوس ايدك. هتفجر انت. لا 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 بالراحه، اوعى تقع منك هنضيع كلنا. حطها بالراحه. انت هتخرب. اعتبرني جزمه، اعتبرني جزمه. ابعد عني، ابعد عن خاطر. ابعد عني. ابوس ايدك يا رب. بالراحه يا رب. بالراحه. الحمد لله. هي تاخدك يا ساتر. ده انت غبي. صور لنا اي لحظه تروح في داهيه، اي خبطه تيجي على داهيه. مش عارف دي هي لابسه تودينا في داهية. بقول لك فين الكتالوج عنده؟ ده بالانجليزي. ده بالانجليزي. بتعرف انجليزي؟ لسه مصفره امبارح. مصفر مين؟ مصفر مين؟ انجليزي. انا معايا قاموس. أيوة. بس للاسف ناس. عربي عربي. يا ناس يا ناس، اي حد سبيك انجلش. نو سبيك عربي. كمان كمان يا حدق. يا يا لا مرضتي اتزموس على بوس. يا عبدو احنا فين؟ احنا مرعوبين يا عبدو. بسرعه. اي وده من ايه؟ اصبر عليا شويه. اي الف سلامه يا اخت. اي وونت زريد اند كار. ترجمي ترجمي. يعني امسك السلك الاحمر وكات. ايه كات دي؟ يعني انت اللي سلك الاحمر والكوت انت دلوقتي؟ كوت. ما تسمعش كلامه، يعني امسك السلك الاحمر وقطعه. اكوتو اكوت. يا رب ابعدوا عني. استر يا رب. ابعد ابعد عني يا رب يا كريم. الحمد لله الحمد لله. بعده ايه بعده؟ اف انا عملت حاجه. انتوا دايما استك كده. اف اف هي جايه منك ترجعي. افطر ها افطر افطر. تفطري ايه؟
هتفطري دلوقتي؟ افطر ذا اورانج اند كات. اورانج اورانج تهبلش بقى. انا عارفها اورانج. اورانج انا عارفها. العيل الصغير عارفها اورانج. ايه زبادي زبادي. تسمعش كلامه يعني؟ يمسك السلك البرتقاني ويقطعه. البرتقاني ايوه عندك اهو. ابعد 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 ابعد. اوف اوف الحمد لله. كل سنه وانت طيب. انت طيب. هابي بيرثدي. ايه اللي مقص اللي عمال تقطع بيه؟ هي القنبله دي عاملها حلاق. حلاق وده بتاعنا الفجر. ليف ليف حته من دماغك. ليه عاوزين يحموا قرد؟ يلا ليه يا اخي. ليف اند بلو اب. بلو اب ايوه يعني هاتوا الليف وبلو يب. لا غلط. بلو اب هنا يعني هيحصل انفجار. كله يرجع. اتفضل هنديكم كمان مولة صغيره بس على شرط تخرجوا المرضى وكبار السن والاجانب. مش هتلحق. انا هعد من 1 ل10. مش هتلحق. لا لا تعال ورايا تعال ورايا. المصري قد رفض طلبات الإرهابيين تماما، إلا أن الإرهابيين ما زالوا يحاصرون الأبرياء داخل البنك، والموقف لا يزال غامضا. نعيم بحروج، وكالة الشرق الأوسط. I'm letting you know that the police has allowed an extra time for the tourists to leave the bank, provided that they allow the tourists, particularly the foreign tourists, European tourists and American tourists, and the ill people and all people to leave the bank immediately. وقد أدت قوات الشرطة المصرية تسامحا كبيرا مع الإرهابيين، بل أعطتهم مهلة أخرى شريطة أن يفرغوا عن المرضى وأي سائح أجنبي في الحال. كله تمام؟ فاضل 10 دقايق من ورا يا فندم. وإحنا جاهزين. قوات مكافحة الإرهاب تمام؟ خدت أماكنها فوق سطح البنك والمنور الداخلي يا فندم. أمن المركزي جاهز؟ أبدال فوق السطوح يا فندم. وإيه؟ أبدال فوق السطوح يا فندم. دقيقتين وهات لي شارة اقتحام. كله يجري. تمام يا فندم. في إيه؟ وصلت إشارة تليفونية إن الإرهابيين هيسلموا نفسهم يا فندم. طيب طيب، إدي إشارة للعربيات الإسعاف تقرب من الموقع. تمام يا فندم. وعربيات المطاف تكون جاهزة. تمام يا فندم. وإدي خبر لمندوبين السفارات يجهزوا عشان يستلموا الرعاية بتوعهم. تمام يا فندم. انصراف. وصلتنا الرسالة وإحنا جاهزين لاستقبالكم. خرجوا المرضى وكبار السن والرعاية الأجانب أولاً، وبعدين بقى الرهاية. واخرجوا بدون سلاح ورافعين إيديكم لفوق. أي محاولة للتلاعب هنفجر البنك كله. تعالى يمهل ولا يهمل. يمهل ولا يهمل. اجل على السلامة يا حاج. الله يسلم. انت مين يا ابني؟ انا الرائد عادل. رائد؟ انت رائد هنا واحنا بنبيض جوه يا ابني. يا ابني ده القنبلة خلاص هتنفجر يا ناس. انت متأكد ان في قنبلة جوا يا حاج؟ متأكد يا ابني. ومش شفت حسست عليها؟ مراتي حامل في 10 اشهر جوا رهينة. رهينة. ايوه انت فين؟ ايوه يا ابويا. تعالى يا ابويا. ايوه يا ابويا. انت فين؟ ايوه يا ابويا. الحمد لله. ايه يا ست القنبله موجوده فين؟ افرج عنهم يا ابويا. الله يا ابني. الحمد لله ان احنا طلعنا. الحمد لله. طلعوا طلعوا. يا رب اوبح. يا رب يا رب اخرج. يلا يلا بسرعه. الراجل اللي صاحب الجلابيه ما خرجش. انت الحامل ده هينفجر البلد. اوعى اوعى اسف. اوعى انت اوعى اوعى انت اوعى. اه
الحمد لله البوليس اللي بيساعد والاهالي بتتفرج. البوليس هو اللي بيساعد والاهالي واقفه تتفرج. خصله ما كانتش فينا زمان، كان احلى حاجه فينا الشهامه. ايه اللي حصل؟ ايه جرالنا؟ ايه جرالنا؟ ايه جرالنا الزمان ده؟ ايه نسينا بعض ليه؟ ليه المودة والمحبة هربوا من جوانا ليه؟ ليه اللي ظالم واللي قاسي واللي بيغمض عينيه؟ ليه واللي يهدش واللي يندش واللي جرحنا بايديه؟ ايه جرالنا الزمان ده؟ نسينا بعض ليه؟ المودة والمحبة هربوا من جوانا ليه؟ ليه اللي ظالم واللي قاسي واللي بيغمض عينيه؟ ليه واللي يهبش واللي يندش واللي جرحنا بايديه؟ هو ده الارهاب بعينه، هو ده زمنه وسنينه، الارهاب بعينه، هو ده زمن وسنينه. الزمان الحلو ولا قلب رحمة ونور عليه؟ هيلا 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 هفة، هيلا هيلا يا أحبة، هيلا 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 هفة، هيلا هيلا يا أحبة. قلبي واحد ويد واحدة قبل ما يسكن الجنود، المواقف والمودة ننتشر مهما يكون، ننتشر مهما يكون، مهما يكون، مهما يكون، مهما يكون، مهما يكون.